اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامجكم الكابتن. خلينا نستعرض كده سريعا كده، يعني منذ دقائق ويمكن لسه كمان بعض المباريات لم تنتهي بعد، يمكن فوز لنادي الزمالك على الداخليه، والداخليه بكده بيكون هبط بشكل رسمي. زد وامبي، النتيجه حتى الان 4-2 ولا 4-1، ياكدوا عليا النتيجه 4-1. طيب الهدف هدف اتلغى، يبقى النتيجة 4-1، وكان الساعة 5:30 المصري والمقاولين، وانتهى اللقاء 1-1. ولكن خلينا بفوز نادي الزمالك النهاردة، خبر يمكن يسعد بيه كل جماهير نادي الزمالك، ويمكن خبر خاص لينا. نادي الزمالك كلنا عارفين ان القيد موقوف، ولكن مع او في مشاكل في القيد، ولكن مع ذلك نادي الزمالك بيسعى بكل قوة للتعاقد مع لعيبة جيدة جدا جدا، أو لعيبة مميزة للموسم القادم. من ضمن اللعيبة دي والخبر ده يمكن إحنا تم اختصاصنا بيه، أو خبر حصري لينا في برنامج الكابتن، إن بالفعل نادي الزمالك حصل على توقيع عمر الساعي لاعب نادي الزمالك، ويمكن حصل التوقيع في أحد منازل لاعبي نادي الزمالك أو كابتن من كباتن نادي الزمالك. كان الجلسة في منزله لاعب نادي الاسماعيلي عمر الساعي، طبعا ولاعب من اللعيبه المميزين جدا جدا، لاعب عنده 21 سنه وساهم مع النادي الاسماعيلي في الموسم ده مساهمات كبيره جدا، ولاعب عنده مستقبل كبير، واعتقد ان النادي الاسماعيلي ما بيمنعش في قصه بيع اللاعب سواء هو او بعض اللاعبين النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي لحل الازمه بالنسبه لنادي الاسماعيلي. ولكن بشكل نهائي يبقى انهاء التعاقد مع نادي الاسماعيلي. اللاعب وقع بالفعل في احد منازل كباتن فريق نادي الزمالك على عقود انتقال لنادي الزمالك، مش هو بس، في مجموعه لعيبه تاني وقعت، ولكن ده بشكل يمكن او بشكل خاص ان اللاعب فعلا بالفعل يعتبر وقع في احد منازل لعيب نادي الزمالك او كابتن من كباتن نادي الزمالك. اعتقد اني خلينا نروح كمان لجولات الجولات اللي انتهت بالامس. طلاع الجيش مع فاركو 0-0، وسيراميكا كليوباترا مع البلديه 4-0، والموقف بيتازم لبلديه المحله والبنك الاهلي والاتحاد السكندري. النتيجه انتهت برضه بالتعادل بدون اهداف. طبعا بكره في يوم الاثنين، بكره ان شاء الله باذن الله في لقاء الاسماعيلي والجونه، ده هيكون الساعه 5:30، ولقاء مودرن مع سموحة ده هيكون في 9 مساء. واللقاء الأهم واللي الكل بينتظره واللي هيكون لينا كلام عليه كتير جدا 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 في الجزء الثاني من الحلقة مع ضيوفنا ونجومنا، 2 من نجوم مصر طبعا، الكابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي، والكابتن محمود فتح الله، وهنتكلم على المباراة دي وهنستعرض بشكل كبير. وطبعا أكيد المباراة الأبرز هي مباراة الاهلي وبيراميدز، او بيراميدز والاهلي. طيب خلينا عندي بس حاجه كده، يمكن خلال الايام الماضيه واحنا بنتابع بعد وفاه رحمه الله عليه احمد رفعت، بدا يبقى في نغمه كده انا يعني مش عجباني، ان بدا يبقى في لعيبه كتير قوي بتقول ان احنا بنتعرض لمظلوميه، وان لعيبه بتطلع بقى تتكلم ان احنا بيتضغط علينا وبنتظلم والكلام ده وكده. يا جماعه يعني موضوع مش عايزين ناخده في ان 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 يبقى القصه بقى قصه ترند، وكل واحد بقى عنده شكوى قد كده فيطلع بقى يقول لك انا مظلوم وانا يعني شفت حاجات كتير قوي في الموضوع، وشفت لعيبه كتير منزله. يعني كلنا كل البشر بيتعرضوا لضغوط، ده وضع طبيعي. أنا في وقت من الأوقات وأنا عندي 17 سنة أو حوالي 18 سنة، في مدرب ما اقتنعش بيا ومشاني. الدنيا ما وقفتش، الدنيا ما انتهتش، ما وقفتش أقول بقى أنا اتعرضت لظلم وأنا مش لا، كملت. والحياة هي كده. شوية بيبقى في ضغوط وشوية بيبقى في تعب، عادي الحياة لازم تمشي. إنما مش كل واحد النهارده بعد الحادث اللي حصل ده، كل واحد دلوقتي يبقى طالع أنا مظلوم، أنا مقهور، أنا يا جماعة الحياة لازم تتعب. الازمات دي هي اللي بتقوي البني ادم. محمد صلاح النهارده لما راح تشيلسي مورينيو ما اقتنعش بيه، مشاه، طلعش قال لك انا انهارت نفسيا، لا، اشتغل تاني واشتغل على نفسه تاني وبقى من اهم 3 لعيبه في العالم. ولعيبه كتير امثله.
عادي الناس كلها بتتعرض لضغوط وبتتعرض لأزمات وبتتعرض لمشاكل، انما مش كل واحد النهارده بقى على السوشيال ميديا بقى الموضوع يعني بقى الموضوع كل واحد رئيس نادي مشاه علشان مستواه مش كويس فانا اتظلمت، لاعب مدرب ما بيلعبوش فانا اتقهرت. يعني لا، المسألة ما تمشيش بالشكل ده، لازم تتعب، لازم تشتغل، لازم تجتهد، والمواقف الصعبة دي هي اللي بتبني شخصية البني آدم. عادي النهارده ممكن حد مش مقتنع بيك، اجتهد واتعب، في لعيبة كتير قوي كان في مدربين كتير مش مقتنعين بيها وأثبتت بعد كده إن هم نجوم كبار. فالمسألة يعني المسألة بقت بصراحة بزيادة قوي. دي التويتات بتاعت اللعيبة هي اللي موجودة يعني محمد حسن لاعب الإسماعيلي، وكان في النهارده كمان كان عمار حمدي، وكان في أحمد وفوزي الحناوي وأحمد، يعني مسألة يعني بقت موضة. لا يعني ما شاء الله احنا كلعيبة كورة برضو بنستفيد كويس ماديا، مش معنى ان انت بيجي عليك موقف او بتتحط في موقف او بتعرض لصعوبات اني خلاص يعني بجد يعني مش عايزينها تبقى موضة بقى وكل واحد يحصل له أزمة كده فيطلع يكتب بقى على السوشيال ميديا وتعاطف الناس. ما ينفعش حياة كده، لازم تتعب ولازم تضغط ولازم يضغط عليك، علشان زي ما قلت الضغوط دي هي اللي بتولد الشخصية، هي بتولد البني آدم. ولو ما تعرضناش لأزمات عمرك ما هتنجح، لازم تعديها ولازم تتخطاها. فيعني بس مش عايزينها تبقى موضة كده ان احنا نلعب على وطن الناس وعلى على وطن الجماهير وان انا مظلوم واني فمسألة. لا، كل واحد يجتهد وكل واحد يتعب، كل واحد يشتغل على نفسه. زي طبعا اكيد عندنا ازمه ظهرت في الوقت الحالي، ازمه للاعب الهاندبول محمد عدلان، ازمه وبقت مشكله، ولاعب مواليد 2006 لسه 18 سنه لاعب طلع الجيش، اتعملت مشكله ومشكله ما بين اهلي والزمالك واللاعب رغبته ايه، وبقت موضوع يعني بقى موضوع الساعه. ورغم ان المسألة يعني مسألة سهلة وبسيطة. طيب خلينا نروح على الهاتف، معانا الكابتن عمرو صلاح امين صندوق اتحاد كرة اليد، ونستفسر منه ايه اخر التطورات بالنسبة لمحمد عدلان. كابتن عمرو تحياتي ليك. كابتن احمد مساء الخير وتحياتي ليك ولبرنامجك المحترم. ربنا يخليك. يعني خليني كل الإخوة والأفاضل والزملاء كلهم اتكلموا امبارح على الحالة بتاعت محمد عدلان، ولكن أنا مش هاخد الجوانب الأزمة والمشاكل، ولكن أنا هتكلم على لوائح، لأن أي هيئة في الدنيا فيها لوائح وضوابط. في الوقت الحالي اللاعب، هل في الوقت الحالي من حق الأهلي أو من حق الزمالك، ولا هو حتى الآن لاعب في طلاع الجيش؟ انا بالنسبه لي كابتن احمد لغايه دلوقتي هو لاعب في طلائع الجيش، انا لم يتقدم نادي الاهلي باي مستندات صحيح تفيد بالاستغناء اللي حصل عليها النادي الاهلي. تمام. انا بالنسبه لي ما اطلعتش عليها. أيوة. في نفس الوقت العقد لازم، يعني لازم يبقى في عقد كمان من اللاعب ماضيه مع طيب. النادي الاهلي عشان نوضح للناس، اي عقد في الدنيا بيبقى عقد يعتبر عقد ثلاثي، ناديين ولاعب. مظبوط. طيب في هنا حلقه مفقوده، احنا الناديين اتفقوا مع بعض وخلاص عملوا عقودهم مع بعض، ولكن يتبقى اللاعب. اللاعب هنا لم يوقع للنادي الاهلي حتى الان، مش كده؟ مظبوط. اللاعب لم يوقع للنادي الاهلي، فبالتالي ورق النادي الاهلي اللي يقدر يقدم بيه للاتحاد عشان يقدر يسجل اللاعب ناقص. مفهوش العقد اللي ما بينه وما بين اللاعب. تمام. اوكي، دي نمره واحد. نمره اتنين، انا النهارده نادي الزمالك اللي هو الطرف الثالث في الموضوع. صحيح. هنروح دلوقتي لنادي الزمالك. بالظبط. فانا بالنسبه لي ان النادي الاهلي ما قدمش حاجه ولا نادي الزمالك قدم حاجه، فانا بالنسبه لي على ورق الاتحاد، وانا بتعامل مع ورق يا كابتن احمد، انا ما بتعاملش مع سوشيال ميديا او صحيح. مع حد بيكلم ولا اي حاجه. وده شيء محترم. انا ما جاليش ورق، فانا بالنسبه لي هو لاعب مقيد في نادي طلائع الجيش ولاعب دولي بيتمرن مع منتخب 2006 وبس.
تمام. طيب ده كده فول ستوب. طيب نقف هنا، لان زي ما انت كده وضحت واحنا محتاجين ان يبقى فيه توضيح للناس والمتابعين. اللاعب لم يوقع للاهلي في الحاله دي، انت زي ما تقول هو لاعب في طلاع الجيش حتى الان، في عقود ما بين الاهلي وما بين طلاع الجيش، ولكن منقوصه توقيع اللاعب. اللاعب هنا ابدى رغبته، منقوصه العقد اللي ما بين الاهلي وطلاع صحيح. والاهلي واللاعب صحيح. اللاعب هنا طلع في فيديو كده كلنا طبعا اكيد شفناه، ان اللاعب بيبدي رغبته للانتقال لنادي الزمالك، وبيقول انا رغبتي الاولى والاخيره هي اللعب لنادي الزمالك. تمام. بس انت بتقول ان حتى ان لا النادي الاهلي تقدم لحتى الان بعقد، ولا نادي الزمالك تقدم بعقد، لان من الواضح ان طالما اللاعب قال انا رغبتي نادي الزمالك يبقى هو وقع عقود مع نادي الزمالك. هو انا شفت برضو، خليني اقول لك برضو بصراحه يا كابتن احمد، احنا شفنا ورقه من عقد، صفحه واحده من عقد محمد عدلان مع نادي الزمالك على السوشيال ميديا. هي انا نزلت ما شفتش بالظبط، بقيه نزلت. العقد، ما شفتش بقيه العقد، فانا ما اعرفش العقد مدته قد ايه، اتمضى امتى. هي الصفحه اللي حضرتك شفتها، ما صحيح. شفتش بقيه كل البيانات اللي موجوده، مده العقد بدايته امتى وينتهي صحيح. امتى، الكلام ده كله انا ما شفتش حاجه. في نفس الوقت انا ما شفتش الاستغناء اللي حصل عليها النادي الاهلي من طيب. نادي طلائع الجيش. طيب، الولد في الوقت الحالي او اللاعب في الوقت الحالي هو موجود مع معسكر المنتخب في المركز مظبوط الاولمبي في الوقت الحالي. مظبوط. هو هل في تواصل معاه؟ هل حد اتكلم معاه؟ هل حد سأله؟ الجهاز الفني والاداري طبعا بيتعاملوا معاه، وهو احنا فاصلين خالص القصه دي عن الولد. الولد بيتمرن ومركز، لان احنا عندنا بطوله افريقيا في تونس يوم 16/9، فاحنا فاصلين طبعا عشان الولد يقدر يركز وما يبقاش عنده اي ديستراكشن، ولا اي ان هو يبقى يعني عنده تفكير ولا في اي حاجه، فاحنا فاصلين الموضوع خالص. طيب، سؤال مهم جدا. اتفضل. هل اللاعب ممكن يتم ايقافه في الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لو مضى للنادي الاهلي، لو النادي الاهلي جاب لي عقد واستغنى كويس، هو يعني خلاص استغنى اصبح، من النادي، لو هو جاب عقد واستغنى فهو هو من حق النادي الاهلي، ولكن هيظهر عقد نادي الزمالك في هذه الحاله، فهيبقى ماضي في ناديين. طيب، عندي سؤال. اللاعب هنا يتوقف. طيب، طبعا هنا مش حته اني وقع مع نادي الزمالك، هنا ممكن يتم ايقاف نادي الزمالك كمان؟ مش ايقاف نادي الزمالك، بيبقى فيه يعني على حسب لوائح الاتحاد وكتاب الاسس، هيبقى فيه في عقوبه على او نادي الزمالك عقوبه، ولكن قصدي ليست عقوبه، قصدي، قصدي لا عقوبه يعني. عقوبه، عقوبه على حسب على حسب لوائح يعني كتاب الاسس اللي موجود في الاتحاد. احنا تمام، منظمين يا كابتن احمد لدرجه ان احنا كل سنه بيتعمل كتاب للاسس صحيح. في الثواب والعقاب وايقاف عدد المباريات، لو عمل كذا، لو تجاوز في كذا هيحصل كذا، الدنيا واضحة جدا. فأنا طيب، بحط الكلام ده يعني في نصابه وبيتطبق. طيب كابتن عمرو، دلوقتي النادي الأهلي قدم عقد وقدم استغناء بدون توقيع اللاعب، ففي الحالة دي هو يعتبر دلوقتي نصه كده في النادي الأهلي، مش كده؟ مظبوط. بس النادي الأهلي حتى الآن لم يتقدم لم يحصل بأي على عقود. عقد بالظبط، ما حصلش على ما عندوش توقيع اللاعب على العقد، فانا بالنسبه لي الورق ناقص وما جاليش يعني اساسا، فانا مش ما اعرفش يا كابتن احمد احكم على اي حاجه لا لا لا، صح من صح غير ما يبقى عندي مستندات كامله. صح يعني انت ده ده النهارده لا، ده ده بيان، ده بيان النادي الاهلي اهو بالاعلان عن التعاقد مع اللاعب، والنادي الاهلي اكيد مش هيعلن وينزل على صفحته الرسميه بيان بالشكل ده الا لما يكون انهى. بس انا هنا برضو بالظبط. اعيب طب والوم، اعيب انا في والوم على سؤال يا النادي كابتن. الاهلي في حاجه، ان هنا في جزء منقوص، ان طالما خدت الاستغناء من النادي وطالما انت اتفقت كان لازم كمان يكون اللاعب موقع. يعني انا دي بالظبط. ده شيء برضه المفروض النادي الاهلي. انا مش عايز اتدخل فيها دي، لان احنا طرف محايد خالص ملناش صحيح علاقه صحيح. بالموضوع، ولكن خليني هقول لك على حاجه تانية يا كابتن احمد. احنا في نفس الانتقال ده انتقل اخو محمد عدلان الكبير اللي هو عمر من نادي طلائع الجيش، هو بيلعب باك ليفت في منتخب 2004، انتقل للنادي الاهلي وبدون مشاكل، وحصلوا على توقيعه على العقد وحصلوا على الاستغناء. طب هو ايه اللي ده حصل امتى ده تم؟ في نفس الوقت؟
في نفس الوقت يعني في نفس يعني التوقيت لما خدوا يعني في يعني هم نفس خدوا التوقيت الاثنين، واحد وقع هما والتاني خدوا ما وقعش. الاثنين، واحد وقع والتاني ما وقعش. فانا يعني احنا مش احنا لا ده ولا ده جالنا يعني. طيب انا برضو انت عشان ابقى لا صريح، انا فاهم، بس انت اكيد عقود عمر دي اتقدمت للاتحاد ولا لسه؟ لا ما جاتليش، بس ما انت عارف ان هو وقع، اللاعب وقع. اللاعب وقع، هو التاني اللي ما وقعش. فما التاني وقعش ليه بقى؟ دي حاجة احنا مش طرف فيها خالص، ايوه لما يجي لنا الورق هنقدر نحكم. لكن انا دلوقتي احنا كلها افتراضات، احنا بنتكلم دلوقتي انا وانت في صحيح. امور فرضية، طيب مش امور واقعية. يعني ما ينفعش تكون معايا وما نطمنش على بعثة الهاندبول اللي ان شاء الله باذن الله هتكون في باريس ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان بالشكل اللي انتم ماشيين بيه ان فريق الهاندبول ان شاء الله باذن الله يقدر يحقق ميداليه، لازم تطمننا عليه. الحمد لله الفرقة وصلت ودخلت القرية الأولمبية النهاردة من حوالي 3 ساعات، والحمد لله كله تمام. الفرقة يعني وصلت سليمة، كله في حالة يعني صحية معنوية ونفسية ومعنوية كويسة جدا. تمام. عندنا بس مشكلة صغيرة، إن في 4 لاعبين المفروض هيخشوا، اللي هم عندهم إقامات في أوروبا، لازم يتاخد موافقة وزارة الداخلية الفرنسية، فبياخدوها دلوقتي وهيخشوا القرية خلال دقائق يعني، وهيبقوا مع بقية الفرقة. إن شاء الله. بكرة هيبقى في تمرين صبح وبعد الظهر. يوم 23 في مباراة ودية أخيرة قدام اليابان إن شاء الله، إن شاء الله. هيبقى فيها البروفة النهائية. عندنا إن شاء الله كابتن أحمد ماتش مهم جدا، هو ماتش المجر يوم السبت 27/12 الظهر. ده ماتش مهم جدا، لان ده صحيح. الماتش اللي بيضمن لمنتخب مصر التأهل لدور الثمانية، لان في الحالة دي ان شاء الله بنبقى بنضمن يا تاني يا تالت المجموعة. فده بالنسبة لنا بيبقى مريح، ان احنا لان هما بياخدوا الاربعة الاوائل من كل مجموعة بيخشوا دور الثمانية. صحيح. فان شاء الله الفرقة جاهزة، طبعا كلنا معاهم ثقة جهاز فني عالي، إن شاء الله واحنا وفرنا لهم كل حاجة خلال الفترة اللي فاتت من فترات إعداد لمباريات ودية داخلية وخارجية. فلا يتبقى إلا توفيق ربنا ثم دعاء تتوقع إن شاء الله الشعب بإذن الله المصري. تحقيق ميدالية بإذن الله. بص يا كابتن أحمد، احنا كلنا أمل إن الفرقة أعدت كويس جدا، وجايبين لهم مدرب عالمي بقى موجود بقاله سنة وشوية معاهم. اتوقع ان احنا ان شاء الله اذا عدينا ماتش المجر والنرويج هنقدر ان احنا يبقى ماتش دور الثمانيه زي ما بيقولوا مع فرقه من الفرق اللي احنا لعبناها قبل كده. والحمد لله ان احنا كان لينا نتائج كويسه معاهم، سواء المجر سواء سلوفينيا سواء ال كرواتيا، أي كل الفرق دي احنا لعبنا معاهم والحمد لله كسبناهم قبل كده. فبالتالي تمام ماتش دور الثمانية ممكن يعني لو عديناه يبقى احنا في المربع، ونقدر ان شاء الله لو وصلنا المربع اعتقد ان كلنا ثقة الخبرات وكلنا الولاد بتقول ان هم يحققوا ان شاء الله كلنا ميدالية. ثقة وقلوبنا معاكم إن شاء الله بإذن الله، وتوصلوا لأفضل المراحل، وإن شاء الله بإذن الله فرقة الهاندبول تقدر إن هي تحقق ميدالية في الألعاب الجمعية. طبعا الكابتن عمرو صلاح نائب رئيس اتحاد كرة اليد بنشكره، أمين صندوق بنشكره على المداخلة وعلى التوضيح. قبل ما نروح لنشرتنا ومن بعدها نرجع نكمل أخبارنا، بس أنا أتمنى إن الموضوع ده ينتهي بهدوء، لأن العلاقة اللي احنا شفناها من فترة طويلة ما بين زيارة الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب في نادي الزمالك، يعني عايزين ان الأمور تنتهي بهذا الشكل. لو اللاعب خلاص هو بيقول انا هبقى مرتاح في لأن بقى عنده مشكلة اللاعب دلوقتي برضه في حتة ان هو التواجد بعد ما طلع وعمل فيديو ان انا عايز ابقى موجود وكده. اذا الموضوع يبقى فيه حل بهدوء، ده احنا نتمناه، لان برضه السوشيال ميديا في وقت ما لما بتدخل بتصعب الامور شويه، اللي هو بقى ايه، كل واحد عايز يقوم بدور البطوله، لا انا اللي خطفته، لا انا اللي جبته، لا انا اللي. فنتمنى ان الامور تنتهي بهدوء. خلينا نروح لنشرتنا ومن بعدها نكمل اخبارنا. الاهلي يعلن سداد قيمه تذاكر جماهيره في مباراه بيراميدز بمسابقه الدوري. المقاولون العرب يبقي على آماله بالبقاء في الدوري بالتعادل أمام المصري بهدف لكل منهما.
وصول الفوج الأول من البعثة المصرية إلى باريس استعداداً لمنافسات أولمبياد 2024. اتحاد الكرة يعلن عقد اجتماع بين الحكام ومخرج التلفزيون للتنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات. وزارة الرياضة تعلن العثور على جثمان محمد عمرو لاعب الكانوي والكاياك. الصراع يتجدد بين الأهلي والزمالك لضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي. نيوم أحد أندية الدرجة الأولى السعودي يعلن ضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر. الرجاء يحصل على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده مع الفريق قبل انطلاق الموسم الماضي. برشلونة يزاحم ويست هام من أجل ضم الفرنسي نجولو كانتي من اتحاد جدة. باريس سان جيرمان يعرض 100 مليون يورو من أجل ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين. إيفان راكيتيتش يرحل عن الشباب السعودي وينتقل إلى الدوري الكرواتي. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم، وخلينا نروح لأخبار عن النادي الأهلي. والنادي الأهلي بيجدد المفاوضات تاني مع اللاعب محمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان، وبيرفع المقابل المادي $1,500,000. ولكن طبعا احنا عارفين وقلنا امبارح ان النادي الأهلي طالب $2 مليون لان كولر متمسك باللاعب بشكل كبير جدا. فهنشوف يعني النادي الأهلي هيتوصل لإيه في خلال الفترة القادمة. طيب، وكولر كمان بيرفض رحيل أفشة وبيقول إني لاعب مهم جدا جدا، وأخطأ لجنة التخطيط إن هو لاعب مهم وماشي مع الفريق بشكل كويس ومن الأعمدة الأساسية، وإن هو موجود في حساباته، واللاعب أعتقد هو كمان أغلق الملف بشكل كبير. طيب، الكندوسي استياء من مجلس إدارة النادي الأهلي بالنسبة للكندوسي بعد ما اتفق مع فريق الشمال القطري على الانتقال ليه. اللاعب أبلغ إدارة النادي الأهلي قال لهم لا، ده مش عرض مناسب بالنسبة لي، وأنا منتظر يكون عندي عرض في أحد الأندية الأوروبية، أنا هسافر وكده. فطبعا النادي الأهلي عايز يحسم موقف الكندوسي علشان يقدر إن هو يجيب لاعب أجنبي بديل يتأيد مكان الكندوسي. فيعني بعد ما كان حصل اتفاق مع النادي القطري تراجع الكندوسي عن الاتفاق. طيب، نادي الزمالك وجوميز، ويمكن احنا اتكلمنا على اخبار نادي الزمالك ان هو بالفعل بيسعى لعقد صفقات قويه، واتكلمنا على عمر الساعي طبعا احد صفقات نادي الزمالك القادمه، وان في حوالي 9 لعيبه في الوقت الحالي وقعوا بالفعل عقود انتقال نادي الزمالك. طبعا احنا كلنا عارفين اللعيبه بتمضي عقود حتى لو هي مرتبطه مع انديه، اللي هو بس لضمان ان اللاعب بالظبط بيبقى عقد رغبه يعني من اللاعب ان هو ينتقل لنادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك بيبدا ان هو بعد كده يتفاوض على اللاعب. جوميز بيبدي اعجابه بشكل كبير جدا باحمد بيكهام لاعب سيراميك كليوباترا، وده لاعب النادي الاهلي السابق، وهو بيلعب في طبعا مركز اللاعب بيلعب في مركز الستوبر المساك، وهو ابدى اعجابه باللاعب و قال ان اولويتي لتدعيم خط الدفاع التعاقد مع احمد رمضان بكر. لاعب بقى حكايته حكايه، يعني لاعب من اللعيبه المميزه، بس انا مستغرب موقفه بصراحه. كل الانديه بترغب بالتعاقد معاه، ومع ذلك هو ما بيشاركش بصفه فرنسيه مع نادي. مين بقى اللاعب؟ اللاعب محمود صابر، لاعب بيراميدز، ولاعبنا لاعب المنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى لمنتخبنا الاولمبي كل التوفيق، وهنطمن عليهم بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله باذن الله. محمود صابر لاعب من لعيبه نص الملعب المميزين جدا، سواء مع المنتخب الاولمبي او لاعب في بيراميدز، ولكن هو ما بيشاركش بشكل اساسي. نادي الزمالك بيرغب في ضم اللاعب، ولكن التفاوض اللي حصل مع بيراميدز ان هم قالوا لهم البيع بشكل نهائي. نادي الزمالك قال احنا ممكن ناخده على سبيل الاعاره، ونحط شرط جزائي في العقد اني نيه الشراء، يعني ان هو ياخد اللاعب سنه وبعد كده يبقى في بند يحق النادي الزمالك شراء اللاعب. بيراميدز رافض الموضوع بالشكل ده،
بالظبط، هو عايز ان هو يديه لنادي الزمالك سنه واحده اعاره فقط لا غير. هو لاعب من اللعيبه المميزه بصراحه، ولكن انا كمان انا مش عارف، طالما بيراميدز انت ما بتلعبوش وما بتشاركوش خلاص يعني سيب الولد، ولد صغير في السن 23 سنه يعني، لو انت ما بتعتمدش عليه وانت شايف ان هو لعيب كويس ابدا اديله، او ابدا خليه يشارك مع الفريق بشكل كويس. طيب المسلوسي يمكن هيحصل نوع من انواع تعديل عقد اللاعب، لاني نادي الزمالك شايف ان اللاعب يستحق ان هو يكون عقده المادي افضل من كده، لان هو يعتبر اقل لاعب محترف بياخد عقد. ومع ذلك يعني مجلس اداره نادي الزمالك صارح اكتر من ان اللاعب لم يشتكي حتى مع تاخير مستحقاته، انما اللاعب ما تقدمش في اي وقت من الاوقات بشكوى، وبالتالي نادي الزمالك عايز يجدد عقده او يزود قيمه العقد بتاعه، لاني هو اصبح عنصر اساسي. واعتقد ان جماهير نادي الزمالك بدات تثق في حمدي المسلوسي بشكل كبير، حمزه المسلوسي، معلش متاسف، حمزه المسلوسي. يمكن دي اهم اخبارنا عن نادي الزمالك والنادي الاهلي، ويمكن اتكلمنا على نتائج المباريات اللي اتلعبت في الجوله الماضيه. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم شويه بقى عن بعثتنا وبعثه الاولمبيات ونطمن عليهم بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، وخلينا زي ما قلنا يمكن طبعا بعثتنا بدأت تتوافد، الفوج الأول يمكن وصل النهاردة طبعا، وقبل كده كان منتخبنا منتخب الأولمبي منتخب كرة القدم ومنتخب الهاندبول وصلوا، منتخب الرماية والملاكمة، وبدأت الوفود المصرية ولاعبينا بدأوا أنهم يوصلوا على مدار اليومين الثلاثة إن شاء الله بإذن الله الجايين هيكونوا بقية البعثات والوفود، لاني طبعا عارفين كلنا عارفين حفل الافتتاح هيكون يوم الجمعه، وحفل افتتاح لاول ما يكون مختلف، افتتاح خارج، دايما احنا بنبقى عارفين الافتتاحات كلها بتبقى داخل الملاعب المغلقه، ولكن يمكن الاحتفال ده معمول على نهر السين، فافتتاح بشكل جديد، يمكن معرفش يمكن قبل كده حصل ان هو كان يكون خارج الاستادات وكده، انا مش عارف بصراحه، ولكن خلينا يعني نشوف ان ده ممكن يكون الافتتاح الاول للاولمبيات المختلف ان هو يكون خارج الملاعب. طيب وخلينا برضو علشان نطمن اكتر على بعثتنا، بعثه الاولمبيه اللي هتكون متواجده ان شاء الله باذن الله، نروح الى باريس، ومعانا سفيرنا طبعا معالي السفير علاء يوسف، سفيرنا في باريس. سياده السفير تحياتي ليك. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم كله تمام. طمنا يا فندم على سيادتك اولا، وطمنا على بقيه البعثات المصريه، وطمنا على كل الناس اللي موجودين، والامور ماشيه بشكل كويس ولا في اي مشاكل ولا في اي ازمات؟ الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. حضرتك عارف طبعا فريق كوره مشرفنا بقاله اكثر من اسبوع. صحيح. كان موجود في بوردو وبعدين نقل على نانت. النهارده الفوج الاول من البعثه المصريه وصل، وصلت لنا فرق الهاندبول والملاكمه والرمايه وبعد الظهر وصل لنا فريق الفولي بول جاي من المعسكر بتاعه في بولندا. تم استقبالهم، السفاره استقبلتهم في المطار، وتم تسكنهم في الاماكن المخصصه ليهم. ولازم اقول لك يا كابتن احمد ان على مدى الشهور اللي فاتت دي كلها كان في تنسيق واتصال دائم معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. صحيح. اللي بصراحه كان يمكن بشكل يومي يتابع معانا كل الاجراءات الخاصه بالاستقبال. كنت لسه هسال سيادتك طبعا، هل في تواصل مع سياده الوزير دكتور اشرف صبحي؟ يعني ده كان سؤالي اللي كنت هساله لحضرتك. ده تقريبا بشبه يومي على مدى الشهور الاخيره. وفي الفترة الشهر الأخير على الأقل كان بقى في لقاءات افتراضية بمشاركة قيادات الوزارة، وكذلك باشمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان نائب رئيس اللجنة.
كنا بنناقش فيها كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة بالنسبة لإقامة الفرق استقبالهم أولا صحيح. ثم إقامتهم ثم انتقالاتهم ثم توفير أكبر معدلات الراحة وتهيئة الظروف المناسبة ليهم لتمثيلنا أفضل تمثيل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب الأجواء هناك تساعد يعني الأجواء لدرجة الحرارة وكده مرتفعة ولا الأمور أفضل في باريس في الوقت الحالي؟ هو باريس تشهد أمطار ويمكن بس أنا هعلق على النقطة اللي حضرتك قبل ما أدخل معاك على طول. كنت حضرتك بتتكلم على الافتتاح الطريقة اللي فرنسا بتتعامل بيها مش بس الافتتاح يعني طبعا الطريقة جديدة تماما غير تقليدية. مفيش افتتاح هيكون في الاستاد كما جرت العادة بالنسبة للدورات الأولمبية، ولكن هيكون هناك موكب الفرق هيمر في مراكب في نهر السن ثم يخرج في منطقة أمام برج إيفل، وهناك في المنصة الرئيسية والمسابقات عدد كبير من المسابقات هتقام في ملاعب تم إنشائها وسط باريس. يعني مثلا ميدان الكونكورد اللي هو في المسلة المصرية هيكون مخصص لبعض المباريات وبعض المنافسات كذلك. يعني المباني دي يا فندم بنيت خصيصا للأولمبياد؟ دي المدرجات اللي بنيت خصيصا المدرجات اللي بنيت خصيصا اماكن الناس تقدر تتفرج منها على الحفل الافتتاح اولا. أيوة. يعني عاملين مثلا مدرجات على الكباري بحيث ان الناس تقدر تقعد وتشاهد الموكب او الحفل الافتتاح. بس طبعا ده بقى في المقابل كان في اجراءات امنيه كبيره جدا جدا. يعني حاليا باريس صعب جدا تنتقل داخل باريس بالذات في المناطق المخصصه لاقامه المباريات وحفل الافتتاح بدون المرور على عده نقاط تفتيش. هناك كل شخص لازم يبقى عنده كيو ار كود. صحيح. كل سياره عندها كيو ار كود. صحيح. يعني في طبعا تشديد. يعني نقدر نفهم من كلام حضرتك ان هنشوف اولمبيات مختلفه، يعني باريس هتظهر بشكل مختلف جداً عن كل الاولمبيات الماضيه جدا. جدا يا فندم. طريقه جديده جدا جدا في تنظيم الدورات الاولمبيه. يعني لك حضرتك ان تتخيل ان مثلا مباراه البيتش فولي دي هتتلعب تحت برج ايفل، عاملين لها مكان مخصوص وهتتعمل تحت برج ايفل. عايزين يغيروا الفكرة. أيه. ويعني يقدموا باريس كبقى مش بس الملاعب والاستادات ولكن كذلك باريس ذات نفسها. ترويج سياحي والمعالم السياحية اللي عندهم اللي هم بيستغلوها بيزوروها بشكل كويس. مظبوط. صحيح. يعني أكيد كلنا هنستمتع بده وكلنا هنشوف ده، واكيد ان كل بلد بتحاول ان هي تظهر في افضل صوره موجوده. يعني منتخبنا ان شاء الله باذن الله منتخب الاولمبي هيبدا مباراه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله باذن الله. بالظبط كده يوم الاربعاء ان شاء الله هيبقى عندنا اول مباراه. وكل الامال معقود عليه، وانا في اتصال تقريبا شبه يومي مع السيد رئيس البعثة، والحمد لله معسكرهم التدريبي لعبوا في ماتشين مع أوكرانيا ومع العراق. مزبوط. فإن شاء الله ربنا يوفقهم ويوفق كل الفرق المصرية، وإن شاء الله يحققوا لنا ميداليات كثيرة ويشرفوا ويرفعوا اسم مصر علينا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني هل في معلومات عند حضرتك مين اللي هيكون يعني المدعوين، الشخصيات اللي هتكون موجوده من مصر، مين اللي هيقود المسيره بتاعتنا بالعالم؟ لان كان معانا المهندس ادريس وقال هو كان المفروض كان المفترض لو محمد صلاح طبعا نجمنا حضر ان هو اللي هيشيل العلم، ولكن هو قال ان احمد الجندي وسارة سمير هم اللي هيقودوا المسيره بتاعتنا في الاولمبياد. مظبوط، هم اللي هيرفعوا على مصر في الحفل الافتتاح. ده خلاص ده تم الاتفاق عليه يا فندم. ده انا يعني ده اللي قريته. فاعتقد انه ده اللي ما استقر عليه الراي. لا هو اعلنه بشكل معانا رسمي هنا في مكالمه هاتفيه. هو اعلنه بشكل رسمي معانا ان هم دول اللي هيكونوا متواجدين. مظبوط.
مظبوط، وهم اللي هيرفعوا على مصر ان شاء الله، يعني يحققوا نتائج ايجابيه زي ما حققوها في الدوره الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في تنسيق مع البعثه للحضور الفعاليات وكده يا فندم، ولا الجاليه المصريه اللي هناك، او سواء الجاليه المصريه في كل حته؟ لان باريس حواليها بتتكلم هولندا، بلجيكا، كل الدول كلها قريبه منها، واكيد في ناس هتبقى حابه ان هي تحضر طبعا المباريات. سواء عدد كبير جدا من ابناء الجاليه تواصلوا معايا شخصيا. تمام. وطلبوا مني يعني ازاي يقدروا يحضروا ويشجعوا ويساعدوا حتى في استقبال ابناء البعثه الاولمبيه كلهم، ودي حاجه بصراحه مش غريبه على الجاليه المصريه. اكيد. مش بس في فرنسا وفي اوروبا كلها. صحيح. ان هم انتمائهم لبلدهم، وده بصراحه كان يعني واضح وفي اكثر من مناسبه. بيتم التواصل مع اللجنه الاولمبيه، انت عارف حضرتك اللجنه الاولمبيه المصريه هي المسؤوله عن حضور المباريات و صحيح. ويعني جاري التنسيق بالنسبه لكيفيه حضور ابناء الجاليه المباريات ان شاء الله. سيادة السفير طبعا بنشكرك، ونتمنى ان يكون في تواصل دايما كده، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان بعثتنا تحقق ميداليات ويرفعوا طبعا من شأن مصر باذن الله بمشيئة الرحمن. بنشكر طبعا سيادة السفير علاء يوسف سفيرنا في فرنسا على مداخلته وعلى الاطمئنان على بعثتنا المصرية المتواجدة هناك. طيب خلينا نروح لتقرير عن البعثة المصرية وتاريخ مشاركتنا في الأولمبيات، وبعديها نرجع نكمل معكم. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولمبياد باريس 2024، والتي تشهد المشاركة المصرية الأكبر في التاريخ، بعد أن وصل عدد الرياضيين في بعثة الفراعنة إلى 164 لاعباً في 22 رياضة، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيين و16 لاعباً احتياطياً. تبدأ المشاركات المصرية قبل حفل الافتتاح، حيث يلعب منتخبنا الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي أمام جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل، في المجموعة التي تضم أيضاً أوزبكستان ومنتخب إسبانيا. بينما ينطلق حفل الافتتاح مساء يوم الجمعة بشكل غير معتاد، حيث يستقبل نهر السين موكب بعثات الدول المختلفة من الرياضيين في قوارب مختلفة وليس كالمعتاد حول ملعب كرة القدم، ويحمل أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وصاحب فضية طوكيو بجانب سارة سمير بطلة رفع الأثقال وصاحبة برونزية ريو دي جانيرو العلم المصري في حفل الافتتاح. وبدأت مشاركات مصر الأولمبية في ستوكهولم عام 1912 برياضي وحيد وهو أحمد حسن باشا في منافسات السلاح، قبل أن تتدرج المشاركات المصرية حتى الوصول للبعثة الأكبر في التاريخ. وتمتلك مصر 38 ميدالية متنوعة في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، بداية من الرباع السيد نصير صاحب ذهبية أمستردام عام 1928، وحتى بطلة الكاراتيه فريال عبد العزيز صاحبة ذهبية طوكيو 2020. وحصدت مصر طوال تاريخها 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 برونزية، ويأتي المصارع العالمي كرم جابر على القمة بتحقيقه ذهبية وفضية. ونجحت رياضة رفع الأثقال في خطف 14 ميدالية أولمبية لمصر مقابل 8 لرياضة المصارعة، لتكون الرياضتين الأبرز في تاريخ الأولمبياد. وتنعقد الآمال على أبطالنا في باريس لحصد المزيد من الميداليات ورفع العلم المصري عاليا في المحفل الأكبر عالميا. لسه مكملين معاكم، وخلينا نروح لمكالمة هاتفية تاني من باريس، و
من نان طبعا معانا مدير المنتخب كابتن محمود حرب. كابتن محمود تحياتي ليك. كابتن ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ وحشني جدا جدا. وحضرتك والله وحشني القعده جدا القعده جدا. القعده في المكان بتاعنا وحشه من غيرك. والله مفتقدة مفتقدة هنا. مفتقدة. ان شاء الله نرجع ونقعد مع بعض واجيب لك ميداليه وانا جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وعارف كمان مين معايا بعد شويه هيبقى مين معايا؟ حبيبك. ما تقول. ايوه هو. هو جاي جايبه جايبه موجود معايا. لا 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 ده حبيبي هينورك ويعني اتفرج على الحلقه دي لازم طبعا. ان شاء الله لازم تتفرج عليها عشان طبعا انت عارف. بس هو مش عارف انت هتشوف في الشاشه ولا مش هتشوف. طبعا انت فاهم طبعا انا بقول ايه. انا فاهم. حبيبي يا محمود. طيب طمني طمني على المنتخب الاولمبي وطمني على الفرقه وعلى احمد حسن كوكا. انا احمد نبيل كوكا مش هطول عليك يعني. واستعداداتكم للمباراه القادمه باذن الله. والله الحمد لله احنا بدانا زي ما حضرتك عارف معسكرنا من يوم 5 في القاهره. أيوه. وبعد كده سافرنا على مدينه بوردو من يوم 11. لعبنا ماتشين هناك مع اوكرانيا والعراق. تعادلنا مع اوكرانيا وكسبنا العراق. الحمد لله اداء كويس في المباراتين. الحمد لله. الراجل مبسوط جدا الحمد لله من الاداء اذا كان الفني او البدني. اندماج اللعيبه الكبار كابتن نني وكابتن زيزو مع الفرقه برضو دي حاجه مطمنه للراجل ولينا كلنا. فان شاء الله يكونوا اضافه لينا ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله. انما انتم مطمنين ومفيش اي اصابات خالص. هو يمكن احمد نبيل فقط لا غير بس اصابته طمنا عليها. هو احمد نبيل في ماتش اوكرانيا اخد كدمه في وش رجله والتاني يوم الجهاز الطبي عملنا له اشعه على رجله اتاكد ان هي كدمه قويه شويه. صحيح. وبدا من ساعتها تاهيل مع الجهاز الطبي ولغايه دلوقتي لسه شغالين معاه تاهيل برضه وربنا يسهل كده تبان حالته. طيب. قبل اول مباراه ان شاء الله. هيكمل معاكم ولا ممكن يتم استبداله من اللعيبه المتواجده معاكم؟ والله بص هيبان ممكن يعني ممكن بكره يبان موقف او موقفه يعني ان شاء الله. احنا في اجتماع يعني بنشوف مع المدير الفني لو ما لحقش اول مباراه فممكن نستبدله من الاربعه الجدلاء اللي معانا بحيث ان شاء الله لما ربنا يكرمه يخش في المباراه اللي بعديها اول ما نتاكد من الجهاز الطبي بس. طيب. يعني وضعه الحاله بالظبط يعني. استغلال زيزو في المباراتين الماضيتين جناح يمين ولا انتوا بتستغلوه في مكان تاني؟ لا لا جناح يمين. جناح يمين. يبقى انت بتتكلم على ابراهيم عادل جناح شمال وزيزو جناح يمين. محمود صبري هيلعب فين؟ في محمود صبري اصلا موقوف اول مباراتين عنده. اه ده موقوف. صحيح صحيح محمود موقوف اول مباراتين. النني في المكان الاساسي بتاعه ده اكيد. بالظبط بالظبط. اه المشكله لان الراجل كان عنده برضو ازمه في الحته قلب الملعب عشان كده كان طالب محمد عبد المنعم وكان طالب ان الحته دي الحمد لله انت حلتوها ما فيش اي ازمات فيها. مش في قلب المساكين قصدي حضرتك. المساكين في قلب الملعب. والله احنا زي ما معانا هم مكملين معانا حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق هم موجودين معانا. وان شاء الله يعني يقوموا بالدور ده ويكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله يعني. ان شاء الله اللعيبه الحاله المعنويه مرتفعه بالنسبه للاعبتنا ان شاء الله. لا لا كله كويس والله. انا يعني بطمنك وبطمن الناس كلها كله مركز في شغله اذا كان لعيبه جهاز فني جهاز اداري كل الناس جهاز طبي كل الناس شغاله ومركزه ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نحقق حاجه. ترتيب الماتشات حلو بالنسبه لكم مش كده؟ بص هو طبعا حاجه مهمه بس هرجع واقول لك يعني اللي عايز يجيب ميداليه مش هتبص على ترتيب ماتشات او بتلاعب مين لان انت عارف دلوقتي الكره اتغيرت. فرق يعني اسمها ممكن ما يكونش كبير في عالم الكوره وملهاش تاريخ بتحرج فرق كبيره. صحيح. ما بقتش عامل اساس لكن احنا ان شاء الله هنلاعب ايا كان اللي هنلاعبه وان شاء الله يكون اهم حاجه. بتوعدونا ان شاء الله باذن الله ان انتوا هتبذلوا اقصى مجهود ان انتوا تحققوا ميداليه ان شاء الله. اكتر مما تتخيل ان شاء الله. والله الناس كلها زي ما بقول لك اذا كان مستر ميكالي اللعيبه كله شغال في شغله اكتر من شغله كمان اللي بيقدر يساعد في اي حاجه بيعملها وهي دي الروح اللي ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحققها. كابتن محمود حابب ان شاء الله نكلمك تاني باذن الله ونبارك لك وان شاء الله باذن الله نبارك لكم بحصولكم على ميداليه وتشريف كره القدم المصريه في الاولمبيات. بنشكرك طبعا طمنا على منتخبنا الاولمبي. تقرير مهم جدا عن المنشطات لان في الفتره الاخيره طبعا كلام كتير حصل. خلينا نشوف الوضع بيبقى ماشي ازاي عشان الناس تبقى فاهمه برضو قصه رمضان صبحي وقصه كشف عن المنشطات ومحمد ايهاب وكل الناس ازاي بيتم الكشف عن المنشطات
من داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع زميلنا عمرو كمال. خلينا نشوف التقييم من بعد الفاصل، ومن بعده نستقبل طبعا نجمين، نجم النادي الاهلي ونجم النادي الزمالك، كابتن هشام حنفي وكابتن محمود فتح الله. احداث كتير شهدها الوسط الرياضي الفتره الاخيره بسبب ايقاف لاعبين على خلفيه تناول ادويه ومنشطات محظوره، وهو ده اللي بيهدد مستقبلهم في عالم الرياضه. برنامج الكابتن جه النهارده لمقر المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات عشان يعرف كواليس وادق تفاصيل لتساؤلات كتير بتشغل بال الشارع الرياضي في مصر. رجعنا ليكم تاني، وبينضم لينا طبعا نجمين من نجوم الجيل، دايما انا بسميه الجيل الذهبي، طبعا كابتن النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي كابتن هشام حنفي. منورنا مشرف. ده نورك كابتن احمد، والله انا اللي بتشرفت جدا ببقى معاك، وده تاني لقاء ليا يجمعنا بينا وبين بعض، وان شاء الله دايما موجودين يعني مع بعض، وبتشرف اكيد بوجودك على طول. انت صاحب اخي يا صاحب. اه طبعا ربنا يخليك. واكيد طبعا معانا نجم كابتن محمود فتح الله، نجم يا صقري عظيم كره القدم والفن، بتشرف اكيد بيه يعني كل حاجه لما تقدم كابتن هشام اخويا طبعا حبيبي يا كابتن فتح الله. انا 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 ببقى سعيد جدا جدا بجد والله لما يكون معايا الناس اصحابي اللي عشنا مع بعض ايام حلوه وحققنا فيها نجاحات حلوه، بتبقى حلقه بالنسبه لي انا ببقى مبسوط، يعني انا ببقى مستمتع بيها. ولكن قبل ما نبدا بقى سريعا كده، المباراه اللي الكل بينتظرها بكره، خلينا نتمنى الشفاء والف سلامه للكابتن محمود الونش نجم نادي الزمالك. يمكن حصل حادث كده منذ قليل، طبعا يمكن العربيه بتاعته حصل لها مشكله كبيره، ولكن هو الحمد لله هو سليم و الامور زي الفل الحمد لله. ونزل اهو ستوري وكتب اني واضح ان الايباك كله ضايب، وبيقول اني الحمد لله ان الامور كويسه، ويا ريت فريق الاعداد بس يحاول يتواصل معاه يطمنا بس عليه، ويطمنا ان شاء الله يكون كويس ويكون فيش. طب هو تواصل مع فريق الاعداد وقال ان هو كويس، واي حاجه تيجي في يعني في الحديد يعني في يعني هو سلامته هو الاهم. طيب
كابتن هشام وكابتن فتح الله، مباراة غدا الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي، شايفين ان هي مباراة الحسم لمسابقة الدوري الممتاز؟ السؤال يعني ليك كل فتح الله. انا بالنسبه لي اتوقع، واكيد فتح الله هيبقى عارف كده، ان وانت اكيد كمان، هي فعلا مباراه الحسم. يعني المباراه دي ما بتقسمش الاسم على اتنين. يعني بالنسبه لبيراميدز، الاهلي دلوقتي عنده فرصه احسن، ان هو لسه باقي له 3 ماتشات يا كابتن احمد، وفي نفس الوقت لو تعادل في الماتش زي ده هو ده مش هدف النادي الاهلي. بس في ناس تانية بتقول لك ان الاهلي عنده عدد ماتشات اكبر من بيراميدز، فبالتالي الضغوط اللي موجوده على النادي الاهلي، ضغوط الماتشات قد يتأثر على النادي الاهلي. 9 ماتشات وفي المقابل 6 ماتشات، يعني في فرق 3 الاول مؤجلين وبعد كده الستة التانيين للنادي الاهلي. لكن يعني انت شايف ان المباراه دي 3 نقاط انت شايفها من وجهه نظرك، ان لو الاهلي حصل عليها هو قرب من بطوله الدوري بشكل كبير. ما انا شايف بوجهه 90%. ولو بيراميدز اللي حصل عليها؟ لا، هيبقى لسه بقى طبعا، لان بيراميدز ما عندوش، يبقى مش مباراه الحسم. لا، ما هي الحسم بالنسبه لبيراميدز لو كسب هتحسم حاجات كتير وامور كبيره، لان بيراميدز انت لو هتراجع ماتشاته كلها المتبقيه ما فيش ماتشات تقيله بالنسبه لبيراميدز. لكن الاهلي عنده ماتشات تقيله، الاهلي عنده المصري وعنده سيراميكا وعنده بنك اهلي، عنده انبي، عنده المقاولين. طيب، خلينا بما ان انت اتكلمت على الاهلي عنده بيراميدز طبعا بكره، وبعد كده عنده المصري بورسعيد مباراه صعبه جدا، وبعد كده عنده سيراميكا كليوباترا برده مباراه صعبه، عنده البنك الاهلي وعنده المقاولين وعنده سموحه. دي مودرن سبورت لسه، ومودرن سبورت ما هو 9 ماتشات. والاهلي والمصري في وقت نفس توقيت الزمالك وبيراميدز. بالظبط. طيب كابتن فتح الله، لا مش مباراه الحسم بس، هي اهم مباراه في الموسم بالنسبه لبيراميدز. للاثنين اهم مباراه في الموسم. بيراميدز لا بديل عن الفوز لو عايز يجدد اماله في ان هو يلعب على البطوله وياخد الدوري. لازم يفوز، ما قدموش حل تاني. الاهلي عنده يعني اكتر من اوبشن، يعني الاهلي لو كسب اعتقد الدوري الحسم بنسبه 95%. لو تعادل هيبقى فارق عن بيراميدز بنقط تسمح له ان هو تديله اريحيه في الماتشات الباقيه. فالاهلي عنده اكتر من حل، لكن سمات الفرق الكبيره ان هي دايما بتلعب على الفوز، والاهلي والزمالك دايما بيلعبوا على الفوز، ما بيدورش على حسابات. لكن بيراميدز لو بصيت لازم يكسب 3 بونت. 3 بونت دول هيخلي الموضوع يرجع تاني، يبقى الدوري 50-50. ايه اللي ينقص بيراميدز فتح الله ان يحقق بطوله الدوري ممتاز، او ان هو يكمل بنفس القوه؟ يعني ليه دايما 14 فوز متتالي ولكن لما جه قدام النادي الاهلي واتحط في ضغوط ما ظهرش بالشكل كويس؟ يعني من اقل ماتشات قدمها بيراميدز في ال 14 ماتش الاخيره. دي حقيقه، وانا دايما بقول الكلمه دي، وانا كنت داخل النادي وانا بره النادي هقول نفس الكلام. بيراميدز عشان ياخد بطوله كبيره، بدون دخول في تفاصيل، يعني بيراميدز عشان ياخد بطوله كبيره، والبطولات الكبيره يا صقر هي الدوري وافريقيا. صحيح. يعني مع احترامي طبعا كاس مصر بطوله بس يعني نفسها قصير. صحيح. والرابطه في ناس ما بتلعبش، وفي ناس بتلعب بالناشئين، مش بطوله مش بقوه لسه يعني. لكن عشان تاخد بطوله قويه زي الدوري وافريقيا لازم تعمل 100% من اللي عليك. ما تغلطش، سواء اداره ما تغلطش، مدرب ما يغلطش، لعيبه، لازم تعمل 100% من اللي عليك، وتستنى الانديه الكبيره اللي اساسا معروف ان هي دايما بتنافس على الدوري، اللي هي الاهلي والزمالك، انهم يعملوا 80% 70% يقعوا يعملوا اخطاء. بس ما ينفعش انت تغلط. يبقى معنى ذلك انت ما بتتكلمش في المية، انت بتتكلم هو المفروض يعمل 150%، مش بس 100%. انا قصدي يعمل موسم. طيب، بدون اخطاء. كابتن هشام يمكن فتح الله اصاب نقطه مهمه وقال لك انك انت ما تغلطش. انت شايف ان يوتيتش مدير الفني لبيراميدز اخطا في الماتش الاولاني او الماتش الماضي امام النادي الاهلي بالتشكيل اللي هو لعب بيه؟ مليون في المية. طبعا نقطه الشيبي، بس هو اتكلم فيها على فكره، ويعني فتح الله عايش معاهم كتير وقعد في النادي من بدايته يعني. صحيح. فهو عارف كويس قوي التفاصيل يعني. صحيح. لكن انا بتكلم عن وجهه نظر احنا فنيه. لا، هو عنده النواحي المعنويه كانت بالنسبه له اهم. فهو خاف ان يحصل مشاكل من الاول مع حسين الشحات، خاف عليه في الاول، في امور تانيه انا مش حاسسها. انا عشان نتناقش، عايز اقول نقطه. مبدئيا نفس الموقف حسين الشحات، الاهلي خد قرار انه هيلعب عادي، لعيب اساسي وبدا عادي. صحيح. انا لعيب محترف، انا لعيب في هي الاهلي. هو الاهلي عندك
لا مساندة جماهيرية. لا 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 بتكلم على الشيبي ده لعيب دولي كمان. لا لا مش لعيب بس مش لعيب بس ولا حاجه. ما اعرفش وجهه النظر بس اهم ماتش بالنسبه لك في الموسم على فكره. انا ما بقولش كلام من عندي. انت بتلعب المنافس المباشر بتاعك معنويا ونفسيا. انا حطيت الشيبي جنبي لغايه لما اعدي اول ربع ساعه من المباراه او اول نص ساعه. طيب هو كان متخيل يا احمد ان هو في اول تلت ساعه هيخطف النادي الاهلي في جول. صحيح. هو بادر ان النادي الاهلي ضاغط والنادي الاهلي كان فعلا نازل. يعني دايما الاهلي كده بينزل بيضغط ماتشات الكبيره تحديدا. أيه. بيحاول يجيب جون في الاول وفعلا اول ربع ساعه كان الاهلي جايب جون. فتح الله اخطا؟ لا طب اخطا طبعا. خد بالك يا سار. طيب انا في نقطه بس. حتى لو بياخد القاعده ما في احمد توفيق ما قال لي انا قلت الكلام ده. انا قلت الكلام ده هي ده هو اخطا خطا يعني متشعب شويه يعني. صحيح. انت عندك لعيب اساسي عنده مشكله بس لعيب اساسي حاجه مزلوب. من الاثنين ما لهمش ثالث. لا يقعد في البيت ما يجيش الماتش ما يجيش ما يدخلش الماتش وافهمه كده اقول له عشان الظروف وحسابات انا يا اما يجي ويلعب اساسي مظبوط بس يجي على الدكه معرض انه ينزل بعد خمس دقائق بعد 10 دقائق ده اللي حصل. فانت هتلعبه دي اول حاجه فحسابيا غلط. هو ممكن الغلط ده ما يخسروش بس خسروا حاجات ثانيه. خسرك تغيير خسرك لعيب زي كريم حافظ ضحيت بيه بيلعب في مكان مش مكانه. صحيح. خسرك اتنين لعيبه من احسن باكات رايد في مصر اخر 10 سنين ما عادهم احتياطي لباك ليفت بيلعب باك رايد. دي احمد فتحي احمد فتحي احسن باك رايد في تاريخ مصر. صحيح. واحمد توفيق واحمد توفيق. فدي معنويا هيشوفوها ازاي؟ مظبوط. طيب صعب هقول جدا. هقول حاجه مع ان كريم بس عشان ما انساش كريم ده من احسن باكات ليفت في مصر. طبعا. بس باك ليفت لا خلاف. طيب بس باك ليفت الماتش اللي قبليه فتح الله الماتش اللي قبليه كان بيلعب الاتحاد السكندري في اسكندريه وكسب اربعه تقريبا. صح اربعه او ثلاثه اربعه. مظبوط. تمام. والماتش كان هم مسيطره من اول دقيقه لاخر دقيقه. هو نزل كريم حافظ في الباك رايت في المكان الشيبي. نزله في الباك رايت وفي ماتش كمان عشان يعني اقصد ايه هو كده بيهيئه انك هتلعب مع الماتش الجاي بتاع الاهلي. وهفكرك بحاجه كمان عشان انا متابع ماتشاتهم كويس. ده ماتش الاتحاد اهو هتلاقي كريم حافظ نازل لا لا غير كده غير كده غير كده. هفكرك كمان يا كابتن هشام لما ينزل يلعب اخر 10 دقائق ربع ساعه ليه ليه مدلول يا كابتن عشان بس نتكلم احمد ليه مدلول. طب ما تنزل احمد احمد بس لا احمد توفيق بس عشان نتكلم صح فاهم. العب بثلاثه ورا يا فتح الله. انا اقول لك حاجه بس نقطه عشان نتكلم بس بنقول كريم لعب ماتش من بدايته اساسي. لا ما قبلها بره انا شايف الماتشات بتاعت بره مش كلها من خمس ماتشات من خمس ماتشات مش فاكر بس الماتش ايه. لعب ماتش 90 دقيقه وجايب ضربه جزاء في اخر خمس دقائق. لعب باك رايت الماتش كله باك رايت. كان احمد فتحي وكان احمد فتحي احتياطي وتوفيق احتياطي برضه. بس انا مستغرب ان هو نزله في ماتش. بس هقول لك حاجه كابتن هشام كابتن صقر هيتفق معايا في دي. وارد العب في حاجات في التشكيل حاجات زي دي مثلا مع فرقه في المتناول. صحيح. بس مش اهلي او كمان. صح. قدام مش في الخط الخلفي. يعني يعني ممكن العب ممكن العب في الثلاثه ممكن العب هشام في الثلاثه اللي هم تحت المهاجم وفي نص الملعب او في نص الملعب. صح. انما الاخطاء لان انت لو بصيت على كريم حافظ الشوط الاولاني كله انا يمكن كنت في الاستوديو وقتها قلت ان حسين الشحات المفروض ياخد مان اوف ذا ماتش طالما بادئ بالشكل ده. لان انت جايب واحد وعندك اثنين زي ما انت. طيب بالنسبه للضغوط النفسيه عشان كده كنت بقول لك لازم تعمل 100% ما تغلطش. صحيح. دي غلطه يعني اي حد فاهم كوره هيقول لك عليها غلطه وقصيت على الفريق طول ممكن ما تكونش خسرتك بشكل مباشر بس أي. بشكل غير مباشر عملت كذا حاجه في عملت هزه طبعا. طيب. طبعا بالنسبه للضغوط النفسيه وانتوا الاثنين نجوم اتعرضتوا لكل الضغوط النفسيه اللي موجوده قبل كده سواء كريم طلع مصاب ولا لا هو انت خارج زعلان او لا هو اتصاب لا مش متصاب ولا حاجه لا اتصاب برضه لا 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 مفيش اي اصابه ولا حاجه كان خارج زعلان جدا وزعلان. هات اللقطه من الاول هشوفها. هو هو عايز اقول لك على حاجه. هو راجل ظلم كريم نفسه. صح. يعني هو انت جايبني بتحطني انا راجل بس المعلومه اللي عندي ان هو مصاب. لا 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 اتصاب لا هو راجل ممكن عشان ما يبانش بقى ان هو ممكن عشان ما يبانش ان هو يعني اخطا وكده يعني. انما انت زي ما انا اتفق معاك في جزئيه مهمه جدا ان انت النهارده محمد الشيبي جايبه مش حاسس اسمها ضغوط نفسيه ومش ضغوط نفسيه ده لعيب بيلعب. طب ما انت لعبته بعد كده بلعب على الدوري. صح. طيب بالنسبه للضغوط النفسيه وده جزئيه مهمه. هل قصه التذاكر اللي عملتها اداره نادي بيراميدز دي وان هي غلت ذكر هل دي انت شايفها في مصلحه بيراميدز ولا ضد مصلحه بيراميدز؟ طب الموضوع ليه شقين شويه. يعني هو اداره بيراميدز من حقها تقول التيكت ب 100 مليون لا خلاف من حقهم لا خلاف. النقطه دي بقى خلال الماتش لها تاثير ولا لا؟ اعتقد لها تاثير بالسلب ولا بالايجاب؟ على بيراميدز بالسلب اعتقد. تمام. لان دي بتدي دوافع للنادي التاني. هو اساسا كده كده الانديه الكبيره الدوافع بتاعتها موجوده. صحيح. انك بتلعب على بطوله نادي كبير التيشيرت بتاعي بنزل الملعب لازم اكسب بلعب على المكسب. استفزيت الجمهور. النقطه دي اعتقد هتحمسهم اكتر ما هم متحمسين لان الاهلي اكيد هيروح الماتش ده عارف ان الماتش ده ماتش الحسم. الاهلي كسب دوري خلاص يعني ما فيش دوري بشكل كبير. فالنقطه دي كمان مدخل كويس لاداره النادي وللمدرب
يحمس اللعيبه اكتر. صحيح. فاعتقد الماتش لسه بكره، بس اعتقد انها هتبقى عامل ايجابي للاهلي وسلبي على بيراميدز. اعتقد كابتن هشام. طبعا يعني هو برده مش من حقه يا كابتن احمد، معلش مش من حقه، ان انت عندك ضوابط، انت جمهور الدرجه الثالثه تحديدا انت عارف ان هو اغلب من الغلب. اللي بيروح ده بيبقى رايح شقيان ورايح جايب حق التذكره بالعافيه. خلينا نقول ودي عايز اقول لك على حاجه، هي في الاول وفي الاخر ما فرقتش كتير، لان الموضوع كله 50 جنيه 75 جنيه انت بتتكلم. لا مش قصدي ما فرقتش كتير بالنسبه للبيراميدز، ان انت مثلا كنت هتبيع التذاكر دي ب 700,000 بقوا بمليون ونص، يعني فرق 700,000 جنيه، مش دي القصه اساسا اللي هي هتغني النادي ولا هتفرق مع النادي وكده. انت فاهمنا اقصد ايه؟ بس انا شايف ان اداره الموضوع كان كله خطا، وده ينم على ان الاداره شويه ما عندهاش الوعي اللي هو انا ازاي انا عايز اضغط على الخصم اللي قدامي، بس ما اضغطش بالشكل اللي هو زي ما قال لك فتح الله. انت النهارده استفزيت جمهور النادي. انا معاك 100%، واللي قاله فتح الله 100%، هو ده ممكن يبقى ده تفكيره، هو اكيد عارف كويس قوي وعنده درجه من الوعي الكبير جدا جدا ان هو ده ماتشي انا عايز اخرج بيه ان انا اكسب المباراه دي، اصل هي دي بطوله الدوري. انت بتتكلم اهم ماتش ليفربول بالنسبه له، فانا هستفز جمهور الاهلي ازاي؟ هستفز اللعيبه ازاي؟ لا بس انت هخلي كل حاجه. لا مش قصده يستفز، هو عايز ده انت استفزته ان هو تخليه جاي بحماس اكتر. انا فاهم. انا معاك في الحماس اللي هو في الطبيعه جاي بيه اساسا. هو طبعا هو انا شايف ان كده هو ضغط الفرقه بتاعته. ما هو افتكر لما هيعمل كده وجهه نظر، ممكن الله اعلم غلط او صح، يعني ان انا كده الجمهور مش هيجي كتير. لا، جمهور الاهلي ما بيتعاندش، جمهور الاهلي في الحاجات زي المواقف دي انت عشتها جوه النادي الاهلي وعشتها جوه في النادي الزمالك، لا الانديه الكبيره لا جمهورها هيروح بغض النظر، ان شاء الله هيبقى ده مش هيشرب وياكل تاني، هي بالنسبه له المباراه دي مباراه تحديد مصير، فبالنسبه له دي مباراه القمه الكبيره اللي موجوده دلوقتي، لان الزمالك مش موجود كقمه لكن دي مباراه دوري، فانا هشقى جدا واتعب عشان اروح ماتش زي ده. طيب فهو استفز الجمهور واستفز اللعيبه. على فكره ده اثر، هياثر على لعيبه بيراميدز، هياثر عليهم جدا طبعا. طبعا لان اللعيبه انت في المواقف دي مرينا بيها في مواقف معاكسه، المواقف دي هتتنقل للعيبه. فاللعيب اصلا هو مش محتاج محاضره من كولر على فكره. انت اللعيب نازل عارف قيمه الجمهور اللي جاي بيشجعه فتح الله، وان دي بطوله الدوري، هو عارف كويس قوي هعمل ايه في المباراه، انا مش مستني اي محاضرات ولا اي تكتيك ولا اي شغل، لان هو انت اصلا ما فيش، انت الاهلي لعب اول امبارح وامبارح كان خفيف والنهارده خفيف بكره ماتش، يعني الموضوع ما فيش وقت للشغل يعني. كابتن فتح الله ده طيب انت شايف الخطا اللي حصل ده والاستفزاز اللي حصل ده لجمهور النادي الاهلي، بص المدير الفني حله ازاي على ارض الملعب بكره؟ هقول لك، بس هقول لك حاجه، هو مش عارف حاسس ان هو كلمه خطا دي، هو في الاخر كل اداره بتبقى شايفه غير مقصود، يعني خلينا لا يعني هو خطأ غير مقصود، بس هم لهم حسبه، بس انت مش متعود يعني عليه، هم في الكواليس احنا مش عارفين كواليس القرار. فهم لهم حسبه عايزين ياخدوا بكل الاسباب انهم الماتش ده ماتش مصيري بالنسبه لهم، ما نعرفش كواليسهم ايه، بس احنا بعد القرار ما اتاخد هنقول القرار ده صح ولا غلط، ممكن يكون اعتقد اتسرعوا فيه رايي يعني اتسرعوا فيه، زائد ان انا على ارض الملعب الامور اكيد هتختلف بالنسبه للطبيعي واللي عارف يعني ايه اهلي وزمالك، الجماهير دي بتيجي انت لما بتعاندهم بيجوا اكتر وبتحمسوا اكتر. صحيح. ومش ال 100 جنيه زياده هتخليهم ما يجوش، بالعكس النادي دي عندها رجال اعمال وعندها جمهور بيسافر تونس والمغرب والجزائر سواء اهلي او زمالك او صحيح. او لو الاسماعيلي حتى لعب او الانديه الجماهيريه، الناس دي بتصرف من جيبها، الجمهور بيصرف من جيبه عشان يروح يشجع ماتش، فال 100 جنيه او ال 200 جنيه لا مش هتحشوا. لكن ما اقدرش اقول الاداره هي لها حسابات، ما اعرفش حساباتها ايه. انا بس عشان اقفل الجزئيه دي، ما ينفعش انا بلعب الزمالك اجي اقول لا ده انا ماتش الزمالك ده انا هخليها ب 300 جنيه عشان ما يخشش جمهور، لان ده الجمهور المنافس القوي جدا. مش عارف كده قبل كده، مفيش ضوابط يعني ده اول مره انت عشان مش متعود على ده، فما ينفعش اجي مره واحده اروح عامل ده واخلق نوع من المشاكل. هو ليهم وجهه نظر اكيد في حساباته اللي احنا اتكلمنا فيها انا وفتح الله ومعاك، ده حقيقه هتحمس الجمهور اكتر، هيجي يشجع بحماس اكتر من هم جايين اساسا. حلها المدرب اساسا، المدرب صار في الاوقات دي اساسا، انا لما ادخل اللعيبه بتاعتي قبل الماتش اول كلمه لازم اقولها لهم يا جماعه ده اهم ماتش ليا وعايز اكسب حتى لو في 100,000، وانا عايز الملعب يكون مليان 100,000 وكلهم بيشجعوا ضدي وهكسب. دي بتديهم ايه بقى يا ساره؟ بتدي اللعيبه ايه؟ ثقه مش طبيعيه ان انا كمدرب واثق فيك واثق فيكم، حتى لو الظروف صعبه وماتش صعب وماتش تقيل والاهلي عنده لعيبه وعنده جمهور وعنده امكانيات وعنده اسم كبير، بس انا عندي لعيبه سكواد قوي جدا. صحيح. اديهم الثقه زي يا ساره. صحيح. لازم اقول لهم كده. أي. لو الملعب مليان جمهور اهلي انا عايز كده، مش العكس ما كنتش بحارب الجمهور انه ما يجيش، لكن خلاص ده هنعديها،
اعتقد ان المدرب لازم يفكر في حل للباك ليفت قبل الماتش عشان لو عايز يكسب الباك ليفت. اه طبعا اللي انا عارفه يعني ما اعرفش بكره الماتش هيبقى فيه ايه، ان كريم مصاب وحمدي موقوف. وحمدي موقوف وكريم مصاب. اه فاعتقد ده المعلومه اللي عندي يعني اعتقد صح يعني. يا ريت الاعداد ياكد لنا بس اعتقد لو صح لو صح لو صح يعني حمدي ممكن حمدي كده كده موقوف. حمدي موقوف وكريم مصاب. كريم مصاب وكريم مصاب. طيب انا اشك في كريم بس لو مصاب زي ما انت بتقول يا رب. انا نفسي اعتقد نفسي احمد توفيق ممكن انا يلعب. انا نفسي يكون الاثنين موجودين احمد توفيق بس انا بقول لك اعتقد ان حمدي موقوف طيب. وكريم مصاب. فدي لو المعلومه دي صح دي اكبر مشكله هتقابل المدير الفني. هيعديها ازاي دي حسب هو مجهز مين حسب هيعمل ايه. هو انت عارف انا لو مكانه اعمل ايه؟ انسحب اودي الشيبي. ايوه ما هو اللي بيلعب يمين وبيمين سهل زي كريم فؤاد في الاهلي يعني. اودي الشيبي الثانيه على حسين الشحات. ولو حسين الشحات راح ناحيه اليمين ناحيه الشمال اودي الشيبي ناحيه الشمال يعني الشيبي يلعب لحسين الشحات. طيب كابتن هشام يعني خليني اقول لك حاجه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. في تخوف من مباراه الالومنيوم لان النادي الاهلي لعب المباراه الماضيه امام الالومنيوم وكان يعني انتهت في الدقيقة 92 أو يعني الدقيقة 92 أو 93 أو 94 أيا كان. بس النادي الأهلي ما ظهرش بالشكل اللي يطمن جمهوره. في عدد كبير من اللعيبة اللي ما شاركوش اللعيبة الأساسية بس في النهاية أنت بتتكلم على لعيب نادي أهلي يعني كل ال 30 لعيب اللي موجودين في القايمة هم المفروض إن هم لعيبة المفروض إن هم لعيبة ستار يعني. إنما في تخوف فده ممكن يأثر على أداء النادي الأهلي في المباراة دي. هو اكيد كله كان بيفكر في ماتش بيراميدز كله عايز يلعب وياخد اللقطه. انت عارف الماتشات الكبيره اللي هي اللي يعني بتبقى يعني اقول لك على حاجه شويه لما نيجي نبص هنا كريم فؤاد موجود طيب هو كله اساسي. انا بقول لك عارف الوحيد اللي بص ال 10 اللي لعبوا ال 10 اللي لعبوا ما انت ما تعرفش دول اساسيين ولا مش اساسيين صح 10 دوليين محترفين ودوليين كلهم. انت عارف مين فتح الله اقل واحد لعب فيهم؟ كريم وليد الكريم نيدفيد هو اقل واحد بس لعب مع كولر اللي كان مصاب وكان بعيد وبعد كده رجع في ماتشين وقعد تاني يعني ما لعبش كتير لكن كله دول فرقه اساسيه. طبعا ده كله طبعًا فرقه اساسيه طبعا. هو انت مصطفى شوبير هتقول الاحتياطي النهارده ولا مش احتياطي؟ ده لعب افريقيا كلها ياسر الاحتياطي ياسر يعني فاهم كريم عمر كمال يعني عمر كمال بتتكلم في كهربا ورضا سليم وميرسي تاوس ومروان وكريم لا يعني هو كان في تخوف شويه ان كل واحد يتصاب ان واحد يبقى مش موجود. الماتش عارف انت يا احمد انت مع مجريات اللعب اتخذت ان انت بقيت الفرقه بتدافع قوي كويس قوي ومنظمين جدا ومش عارف تخترقهم فمن هنا انت حسيت بالهمدان حسيت ان في لا الماتش بقى صعب عليا الماتش ما فيهوش حلول ما كانش فيه فرص كتير للنادي الاهلي يعني هو يمكن الشوط الثاني حتى كولر قال كده في المؤتمر الصحفي هو قال الشوط الثاني بالنسبه لي كان احسن بس مش احسن حاجه هو كان احسن عشان انا عملت حلول وخلقت دوافع للعيبه نزلت لعيبه ثانيه اللي هو نزل طبعا يعني وسام وقفشه وبعد كده طاهر فيعني يعني كله نزل فبقى الشكل كان احسن عارف يكسب بالخبرات خلي بالك انا وانا كنت في الاستوديو ساعتها كمان الناس كانت متعصبه بره يعني ان 90 دقيقه هيخلصوا وحسوني ان انت هتلعب ضربات جزاء لا ده لسه فاضل نص ساعه كمان يعني اعتقد فريق الالومنيوم ما كانش هيقدر يجي يريك نص ساعه كمان ممكن يكون عنده امل ما هو الامل بيتخلق كل ما الشوط بيخلص ايوه بس في حاجه يا كابتن هشام يعني انت بتتكلم برضو على انت عايز تحسن بدري انت مش عايز تروح لاكسترا تايم ولا عايز تروح يعني قصدي دي متغيرات اللعب يا احمد بقى في المتغيرات جوه الملعب في اوقات كتير قوي طيب السؤال هل ده احسن بدري هل عشان عندك موقع بعد 3 ايام بالظبط هل ده ما ياثرش يعني انا شايف في تخوف هل ده ما ياثرش في المباراه القادمه ولا المباراه القادمه ليها حسابات مختلفه لا ليها حسابات مختلفه تماما تمام طيب خليني انت قلت لنا في ازمه بالنسبه لبيراميدز ان الناحيه الشمال حمدي موقوف وكريم حافظ احتماليه اتمنى يعني يكون حد فيهم جاهز يعني احتماليه الوسط في الحاله دي الراجل يلعب بمين ناحيه الشمال احمد توفيق ولا احمد فتحي ولا ما حسب انت مجهز مين اصلا ما انت واحد زي احمد توفيق مثلا انت ماتش من الماتشات او كذا ماتش بتلعب كريم انت مثلا خلاص مثبت ثلاثه في نص الملعب وثلاثه لعيبه كبار وماشيين كويس صحيح فانت بتلعب باك رايت كريم واحمد توفيق موجود واحمد فتحي موجود فدي معنويه اساسا يعني انا بتكلم انا بتكلم الظروف دي خلاص حكمت انا لو عليك. انا مكان الراجل العب بمين لو اسامه جلال جاهز العب بباك ليفت ويلعب بثلاثه لا العب باسامه باك ليفت بس يبقى ثابت بنسبه كبيره لان لقاي اللي بيلعب وينج قدامه دفاعيا اقل
فمحتاج واحد عنده سرعات اسامه عنده قوه عنده باور. اسامه في الحته دي هيبقى كويس قوي، مش عايز منه يهاجم بشكل كتير. عندي دقاي قدامي عندي كارت بيلعب في الحته دي، 8 قدامي في الحته دي، فانا عايز باك ليفت واقف في الحته دي، وعندي الشيب الناحيه الثانيه لو هيبدا واحد بيهاجمني يبقى برضو مأمن دفاعاتي مرتدات. الماتش اللي فات كان فيه مساحات كبيرة جدا حسين استغلها في كذا كورة، فلا اعتقد الحل بالنسبة لي اسامة جلال. اسامة جلال ده الحل، ما يلعبش احمد توفيق لو هو جاهز يعني. طيب يا اتش سؤال ليك، بس هو السؤال ده يعني بعيد شوية لان احنا زئبقي لازم نخرج شوية. ايه السؤال زئبقي؟ السؤال لا مش سؤال زئبقي هو. طب بص كده على الشاشة كده، تعالى نبص كده على الشاشة كده. الالومنيوم اوبا ده جونين اوبا ده محضر لي مفاجاه. لا يا جماعه ده جون كان في، ده جون كان في الالومنيوم، ده في الالومنيوم خمسه الالومنيوم كسبنا في الدوري. وانت في الالومنيوم طلعت تجري كده وفرحان عشان لا كان قبل ماتش الزمالك وانا كنت راجع من اصابه وراضي كسبان 4-1 وكسبان وده جون الرابع اه ولا جايب الرابع وخالص ده جون الرابع. قالوا لي جون حلو يعني. ايوه لا هو جون حلو يعني جون حلو الجون الرابع خد بالك يعني فاهم ده كان الرابع. لا لا جون حلو، لا جون حلو هما جايبينه عشان قريب من جول محمد هاني. لا يا قريب من محمد هاني بس يا مصطفى. طب وانت يعني هتجيبه جول لهشام؟ مش هتجيبه جول ده فتح الله كان هداف على فكره. لا فتح الله طبعا ويعني عشان كان بيلعب مدافع. لا هداف كبير. بص الجول ده تعالى اه تعالى مصطفى كمان مزارع ده ام بي مصطفى كمان مقصه المقصه الجول ده صار بقى ممكن افرح في الدقيقه 94 اه وكان الماتش 3-3. تعالى انت كمان ثانية واحدة، أنت قصدك يعني إنك أنت دلوقتي بتاع لا جاي جون في الدقيقة 50 وجون الرابع فرح ليه يا سقر؟ فرح ليه؟ طب هات هات يا مصطفى في جوان تانية في في الأوقات الصعبة جدا. حبيبك تنشان شكرا أحمد يا سقر. أه والله تعالى ده في غزل دمياط كسبنا 1-0. بس بص الترقيصة، بص راح فين ده؟ وبشماله لا لا عشان أنت كانت شمالك زي يمينك. أه طبعا طبعا لا 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 ده في الأولمبي. خيرك يا مصطفى والله شكرا احمد حسن والله وبدخل 18 وثقه وبدخل 18 وبيكمل وثقه يعني بنت لذينه. يا ابني يا ابني ده كان يا ابني ده كان كان ايه كابتن اكتر واحد يقدر يتكلم اكبر مني بسنتين بس ايه انت هو فتح الله لا ده جون ده جون كده ده جون كده منتخب بص بنفس النفس انا مش طبعا وانا عايز اسالك سؤال لا شعري مش نفس لا نفس ليه عايز اسالك سؤال يا فتح الله انت الهداف هداف في المدافعين هداف نادي الزمالك ولا في حد عداك؟ محمود كزمالك محمود علاء اعتقد عدي محمود علاء عدي عشان ضربات جزاء كتير بس توتال اعتقد انا صح بجد ماشي طيب. لا صار الارقام بتتعمل عشان اي اللي هو ايه بس خليني اسالك على حاجه طالما خرجنا بره الموضوع شويه هنخرج دور اعتقد ان فتح الله استشارك لما جه يبطل ولا ما استنى ما اتكلمش معاك انا قلت لك انا في حلقه قبل كده قلتها يعني مش عارف لا هو بالعكس هو اصلا لا خلاص ايه؟ لا خلاص قبل كده في حلقه طب ما انا عايز اعرف هنقولها بقول لك بره الهواء طب هتقولها لي هنا ايه المشكله بقى؟ على فكره بكلمك بس معايا وبنتكلم على طول والله بص هو احنا كنا قاعدين قاعده حلوه انا وفتح الله اه هو يعني ايه دايما بيثق في راي فتح ايوه معاك خالص انا قلت اساله كده خالص ايوه كنت بتلعب ساعتها لا يعني كنت قلت اساله يعني كان بيلعب وكان خلاص يعني ايه يعني كان في نهايه النهايات يعني فاهم كان في قبلها نهايات عايز اخد بيسالني بيستشيره فبي يعني جه بيسالني كده وبيسالني بجديه يعني بجد يعني لا مش بجديه خالص والله العظيم فبيقول لي يعني عايز يقلبها ضحك بيقول لي انت رايك اكمل ولا خلاص ابطل؟ قلت له كمل ايه مش فاهم قال لي انا اكمل لعب يعني ولا ابطل خلاص؟ قلت له فتح الله انت مبطل من 5 سنين كمل لعب ندمت ان انا سالته والله طبعا طبعا ندمت ان انا سالته هو شايف كده اكيد يبقى انت هو اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه تعرف صار انا بحبه لا طب هو من يوم ما بطل عايز الكره تتلغي في مصر من بعده والله عشان كده قال لي كده بس يلا هو بالعكس هو ما بيلعبش مكانك يا بطل انا اي لعيب ما بيلعبش مكانك انا اي لعيب بنصحه ان هو يفضل مكمل لا ما اخدش انت جبته في مين انا لا مش وانت بتلعب لا لا مش فاكر لا لا طوله طب يا مصطفى تعال عصام الحضري اوبا عصام لا عصام عيلي عصام هاي والله كان عصام الحضري ده كان في النجوم ها والحضري كان بيلعب في الاسماعيلي عصام جالي بعديها جالك قال لك ايه شهر واحد لا جال النجوم شهر واحد انا فاكر جاي قال لك لا 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 هو ايه اوف سايد عصام ضربه جزاء ومعترض ليه صح ما انا مش عارف هو معترض ليه اوف سايد يعني
ده بيتكلم مع بيتكلم مع حضري بقى، ما حدش اتكلم مع الحضري في اي حاجه. جون عظيم. لا لا، ما حدش اتكلم مع الحضري في اي حاجه، عشان اولا هو زعلان مني تمام، وانا رديته كذا مره على الهوا، بس تاني برضه بس يعني هو زعلان، بس مستني لما اتقابل انا هو، بس عشان ده عشرة العمر بالنسبه لي. طبعا هو كان الإفيه حلو، انا ما اديتش امسك لازم يتقال. لا لا ما ينفعش يتقال، بس هو بس لا الحضري طبعا يعني مش كده، اتش عشرة العمر. حضرتك ده عشرة العمر طبعا، بس ما ينفعش يزعل منك حتى مهما كان، حتى لو إفيه ولا حاجه. والله لا والله فيه والله فيه، وكان الموضوع هزار والله مش اكتر. طيب خلاص طبعا هزار، هو لازم كده. انا بصالحه طبعا، جون كبير طبعا. لا بص اهو، بص يا حضره، عشان دايما بيقولوا لك بس الحاجات اللي هي، انما الحاجات الحلوه ما حدش بيقول لك عليها. وبيعمل ايه؟ بيقرا الفتحه. ده بيدعي عليا، بيدعي عليا ولا ايه؟ هو مصطفى جايبها لك صحيح؟ مصطفى جايبها لك. طيب خلينا نرجع تاني للقاء بيراميدز و الاهلي، واللقاء ده يعني انتوا شايفين ان هو لقاء مهم بالنسبه لكلا الفريقين، ولكن اهم ماتش في الموسم كله، اهم ماتش اعتقد في الموسم. رمضان صبحي فتح الله ممكن يبقى بعد انهاء الهزمه بتاعته والازمه بتاعته انتهت وكده، وممكن يبقى موجود في لقاء زي ده يعني كجزء نفسي كمان. ببارك لرمضان، وكان في ضغوط مش طبيعيه صحيح. الفتره اللي فاتت وفتره طويله كان في ضغوط مش طبيعيه، فببارك له وفرحان له جدا، وربنا يكرمه ان شاء الله ويعوض اللي فات ان شاء الله، الفتره اللي غاب فيها يعوضها. يعني تواجده في الماتش اعتقد هيبقى صعب جدا، الا اذا بقى يعني معنويا المدرب فكر في الشكل المعنوي ان هو يكون موجود في المعسكر مع اللعيبه، موجود في الاجتماعات، موجود مع الناس، ممكن تكون تقعد على الدكه. ليه صعب ليه؟ ليه تقعد على الدكه؟ ما هو على الدكه، انا اقصد انه اكيد مش هيبدا بيه اللقاء. تاخد جزء بسيط جدا، خد بالك صقر. انا ما اعرفش رمضان كان بيتمرن ولا لا، بس لو انا بالعقل لو اي حد في الظروف دي لازم مش هيتمرن كويس، ولازم هيغيب فتره ومش هيتمرن. يعني اي حد ده انت مهدد ان انت توقف سنتين او ثلاث سنين، مستقبلك هيضيع. فازاي هتروح تتمرن والدوافع اللي عندك والاهداف تتمرن ازاي؟ فاعتقد ان رمضان حتى يعني على مستوى اللياقه بعيد ومش جاهز للماتشات، لكن اهميته في الماتش زي ده بالنسبه للمدرب انه يكون موجود على الدكه وحسب الظروف، حتى لو هو مش جاهز وعنده حتى جاهزيته 60% ممكن ياخد له 10 دقائق ربع ساعه، اعتقد وارد. صحيح كابتن هشام، يعني لو رمضان موجود تستعين بيه حتى على دكه البدلاء في وقت من الاوقات، ممكن تستعين بيه في جزء من المباراه؟ هو نجم كبير طبعا، نجم، وطبعا كلنا اكيد فرحانين بعودته، لان يعني واحد من النجوم الكره المصريه الحريفه اللي انت محتاجها في الكره المصريه يعني، وبيستحمل حاجات كتير يعني. فاعتقد ان هو زي ما قال فتح الله كده، هتفق معاه ان هو لو بيتمرن يا احمد وجاهز قبل ما كان يعرف القرار. انت عارف في اوقات انت بتبقى مش عارف القرار هيجي صح في صالحك ولا مش في صالحك، فبتتمرن لغايه لما تشوف القرار هيجي ايه. ما بعد القرار لو جه اكيد. طب ده ما يديش دوافع لرمضان ان أكيد هو بيديله. ان هو يبقى بقى انا جاي اهو بعد الحمد لله ما اتفك من عليا الازمه اللي كانت موجوده، ان انا لا انا هنزل. لان خلي بالك احنا ممكن دايما حتى اللعيب لما بيغيب يقدر يرجع يلعب ماتش، ما يقدرش يبدا يكمل. يعني جوزيه كان لسه كنت اقول لك جوزيه الوحيد اللي كان بيعملها. لو انت جاي من اصابه كبيره جدا جدا وبعيد عن الملعب، او غياب او ايا كان، بيجيبك انك اول ماتش بيحطك فيه على طول كاساسي، ما بيحطكش حتى على الدكه. بيدي لك الماتش بالكامل، وعلى حسب ما بتتعب بيروح شدك وخلاص بقى، بعد كده بينزلك تدريجي. هو ليه بيعمل لك كده؟ عشان يدي لك كل الدوافع، بيشحنك، ويبقى عارف ان انت جاي جعان يعني. جاي انت بعيد عن الملعب بقالك كتير، وان انت عايز تلعب، وان انت لعيب مؤثر عندي في الفرقه، فبنزلك. عمل معانا كده كتير. تبدا يعني اساسي؟ ايه؟ يبدا يعني قصدك؟ انا معرفش، عشان كده بقول لك لو معرفش هو بيتكلم بصفه عامه، هو بيتمرن. لا ما هي دي النقطه، على حسب حالته. لكن معنويا هو لازم يبقى موجود في الفرقه يعني. صح. معنويا لا، معنويا مليون في الميه لازم يكون موجود في المعسكر. بالظبط. صح صحيح. طيب ايه المفاجآت اللي ممكن يقدمها المدير الفني بالنسبه للبيراميدز؟ مفيش مفاجآت الا اذا يعني في طريقه اللعب بس. ما انا بتكلم على طريقه يعني انت الناس اللي بتلعب الماتشات اللي فاتت اكيد الراجل يعني مش هيجيب لهم مطرب يعني. انا هي طريقه في اللعب ممكن حسب الغيابات، حسب الفتره اللي فاتت هو مقيم الناس ازاي. ممكن يكون احنا شايفين واحد لعيب مهم، هو يكون شايف ان هو الفتره اللي فاتت مش احسن حاجه، فيدخل ناس ثانيه، خصوصا ان هو عنده في 10 غير ال 10 اللي بيلعبوا جاهزين ولعيبه كتير جاهزه ولعيبه كويسه في كل مكان في الملعب.
بس في لعيبه مهمه، بس في لعيبه ما كانتش موفقه. مباريات النادي الاهلي يعني مصطفى فتحي ما كانش في افضل حالاته، الكايتي ما كانش في افضل حالاته، بلاتي ما كانش في افضل حالاته. مستحيل يحاسب الناس على ماتش واحد، وخصوصا ماتشات القمه، يعني مش هحاسبهم على ماتش واحد، خصوصا ان اللعيبه دي بقى لها 13 ماتش عاملين ريكورد في طبعا الناس. طبعا وماتشات انك تفوز 13 ماتش او 14 ماتش ورا بعض دي صعبه، حتى لو بتلعب فرق غير الاهلي والزمالك صعبه، فان اللعيبه دي اساسا ماشيه كويس وعامله موسم كويس. ايوه فاعتقد المفاجات هيبقى تغيير شويه في اسلوب لعبه عن الماتش اللي فات، لان الماتش اللي فات ممكن انا باخد عليه شويه ان هو كان عايز يتعادل، مع ان انت كل الظروف بتقول ان انت عندك ثقه ولعبتك عندها ثقه كسبان ماتشات كتير. هرجع لك في الجزئيه دي انت وهشام على ان هو تقدم في المباراه 2-1، كان ايه اللي لازم يعمله؟ ولكن عندي سؤال وهنطلع منه الفاصل. لو يا هشام في لعيب من الاجانب اللي موجودين في بيراميدز الاهلي محتاجه مين؟ والعكس يا فتح الله. خمسه قول الخمسه بعد الفاصل ولا دلوقتي؟ لا دلوقتي قول الخمسه بسرعه دلوقتي. عايز ايه؟ قول الخمسه. خمسه الاهلي عايزه خمسه. الاهلي عنده لعيبه كبيره بالزبط. بس المحترفين يعني. قول انت. ايوه مين اللاعب اللي انت شايفه اللي انا الاهلي اللي انت تتمنى يكون موجود في الاهلي في في المحترفين يا محمد حمدي؟ لا 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 محترفين محترفين اجانب محترفين. يبقى فيصل مايلي. مين هداف؟ فيصل مايلي. فيصل مايلي طبعا اكيد طبعا النادي الاهلي بيبحث عن مهاجم. مين يحتاجه بيراميدز يا فتح الله من النادي الاهلي؟ اقول لك مين يحتاجه الاهلي من بيراميدز؟ مين وجهه نظر المطالعه يعني؟ الاثنين. لا الشيبي. الشيبي لا الاهلي مش محتاج الشيبي خالص. هو حسين خالص عشان لا مش عندك عمر وعندك لا محمد هاني وعندك صالح الناس ازاي وعندك اكرم توفيق في صلح. لا 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 بص بامانه بامانه بيراميدز ممكن والله الشيبي احسن باك رايت في مصر هو عمر جابر. بص يا سار بيراميدز بامانه مالكش حل. بيراميدز بامانه عنده خمس محترفين عنده خمس محترفين اقترح علشان نحل القضيه عالمي طبعا عشان القضيه تتحل. هتحل ازاي؟ كلهم ينتموا لمؤسسه واحده تيشيرت واحد وروح والله لا بيراميدز بامانه عنده خمس محترفين السنه دي مميزين جدا يعني مش محتاج ولا واحد من الاهلي. لكن انا محترفين الاهلي يا يعني بيستا ولا علي معلول ولا اليو ديانج ولا انا دايما ولا وسام دايما ولا وسام. لا وسام في فيستون ده جامد جدا فمش محتاجين. لا ده في كمان مروان بس الناس مش لا ديانج يا ساره انا دايما شايفه ان هو قماشه مختلفه لعيب مميز جدا على فكره غالبا اخر ماتش مع النادي الاهلي بكره صح مش كده لعيب كبير لعيب كبير. طيب خلينا نسمع الجمهور بيقول ايه وبيتمنى ايه في قبل لقاء الاهلي وبيراميدز ومنه لفاصل ونرجع نكمل معكم. مين اللعيبه اللي بيراميدز نفسك تروح الاهلي ومين العكس لعيبه في الاهلي عايزه تروح بيراميدز؟ رمضان صبحي نفسي يروح الاهلي تاني يرجع الاهلي. وبيراميدز لا مش عايز، انا عايز يفضل لعيبه الاهلي زي ما هي كانت كويسه. ممكن مثلا عمر كمال يعوض عندهم مثلا حته الباكات من احمد توفيق دايما مصاب وفي اصابات كتير في بيراميدز. فعندك مثلا من بيراميدز ما اظنش ان الاهلي يحتاج من بيراميدز كتير يعني. وفي اكتر من واحد يعني بس ممكن ابراهيم عادل يعني انا شايف اللعيبه الجميله اللي ممكن يضيف جدا للاهلي. ممكن وليد الكارت يعني ده احسن واحد تقريبا خط وسط في مصر يعتبر. انا شايف مفيش لعيب في الوقت الحالي من الاهلي هيخرج يروح بيراميدز خصوصا ان كل التجارب اللي خرجت من النادي الاهلي راحت بيراميدز ما نجحتش. طاهر لو راح بيراميدز نفس الاسلوب بتاع بيراميدز سريع وريتمه سريع وهيمشي معاهم وبدني بتاعه حلو وكده فيبقى حلو مع بيراميدز. وشايف ابراهيم عادل برضو يعني مهاري وهينفع مع الاهلي ومن بيراميدز الاهلي طبعا يعني ابراهيم عادل 1 2 ومهاري ولعيب هيفرق مع الاهلي جامد يعني. ممكن اللي هو اليو دينك تمام وبيراميدز رمضان صبحي تمام وبس في اللعيبه في زي محمد طاهر يعني لعيب رائع في الاهلي ممكن يروح بيراميدز برضه. والله انا شايف ان طاهر محمد طاهر محتاج ان هو يعني حد يمشي من الاهلي وكمان ان هو ايه يعني ياخد فرصته تمام في البيراميدز يعني. طاهر محمد طاهر او اليو ديانج هو دول ممكن يستفاد بيهم بيراميدز.
توقعاتك لمباراه الاهلي وبيراميدز؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 4-1 باذن الله. ان شاء الله احب يعني ان الفريقين يقدموا كوره حلوه الاول. بيراميدز يستحق يكسب الدوري من كام سنه بصراحه، بس ما اعرفش في ايه، بس ان شاء الله يكسب السنه دي. الماتش ممكن ينتهي تعادل، وبنسبه كبيره لو انتهى تعادل يبقى الاهلي بنسبه 90% قرب من الدوري. يعني هي ان شاء الله الاهلي هيكسب، وتوقعاتي بامر الله يعني ان النتيجه تخلص 2-1 لصالح الاهلي. ان شاء الله 2-0 للاهلي، حسين الشحات وكهربا. ما اقدرش اقول صعب وسهل، بس الاهلي ان شاء الله هيكسب ويعدي. الاهلي هيفوز ان شاء الله 3-0. مين اللي يجيب لي جوان؟ حسين الشحات ووسام ابو علي وقفشه ان شاء الله. نقدر نقول ان ماتش بكره ماتش الدوري باذن الله، ماتش الدوري باذن الله، ماتش الحسم باذن الله. اهلا بكم من جديد، ولسه طبعا مكمل معانا كابتن هشام حنفي وكابتن محمود فتح الله. كابتن هشام، التشكيل من وجهه نظرك الافضل بالنسبه للنادي الاهلي، هل يبدا بنفس تشكيل المباراه اللي هو اللي كانت الاسبوع الماضي، ولا ممكن يحصل تعديل على التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي؟ طيب يعني محمد هاني ولا هي نقطه الخلاف؟ هي دي نقطه الخلاف. عمر كمال عبد الواحد ولا كريم فؤاد؟ يعني هي نقطة الخلاف كلها في الباك رايت. لكن لا، الباك ليفت لا، كريم فؤاد. كريم فؤاد كريم فؤاد طبعا، يعني الفترة دي ثابت مستواه بشكل كبير جدا، وهو متألق والراجل بيعتمد عليه بشكل أساسي يعني. سواء في الناحية الهجومية أو الناحية الدفاعية يعني. هي النقطة في الخلاف في الباك رايت. هل محمد هاني يرجع؟ هل خالد عبد الفتاح اللي ظهر بشكل كويس جدا وفي المباراة دي تحديدا؟ أنا أعتقد هيبقى خالد عبد الفتاح. رؤية للمباراة السابقة يعني مع بيراميدز ان هو كان مأدي بشكل كويس، حتى بعد محمد هاني ما جاب جون وكده ما يبدأش بيه. محمد هاني انت عارف هو انا بالنسبة لي من احسن باكات رايت في مصر يعني، كلاعب مصري يعني. لكن هو محمد يعني لا لسه يعني بعيد شويه عن المستوى الفني. وبيت التشكيل زي ما هو انت بتتكلم على بيت التشكيل زي ما هو 4-3-3. ثلاثه في نص الملعب اللي هو مروان واكرم وامام عاشور، وثلاثه طبعا هيبقى حسين الشحات وطاهر وسام ابو علي. 4-3-3. لكن والاهلي عنده، خلي بالك انا كنت عايز ارجع في نقطه بيراميدز اللي فتح الله اتكلم فيها، ان بيراميدز ما عندوش الفرايتي او الاوبشن ان هو عنده تبديلات كتير. هو ما عندوش غير الثلاثه اللي في نص الملعب هو الاهم بالنسبه له. الكارتي وبلاتي توري ومهند لاشين، هم دول الثلاثه الاهم. لكن لو هم وحشين مين تقدر تنزل مين؟ هو غير المره فاتت بلاتي توري من بدري، وده كان غلطان ان هو يغير بلاتي توري. ده غلط كبير، ان فتح الله قال لك الماتشات دي ما فيهاش غلط كبير. هو غلط في خروج بلاتي توري، هو كان لازم يستنى عليه شويه ويخرج الكارتي الاول. الكارتي ما كانش موفق خالص في المباراه دي تحديدا. هو صح كلامك، صح يا كابتن هشام. بص، في لعيبه كده في ماتشات حتى لو مش مدياك 100% ومش كويسه لازم تسيبها، صح؟ لازم تسيبها. فمنهم توري، منهم توري، منهم كارت. لو عايز تضحي ضحي بحد، بس ما تضحيش بناس كتير يعني. حتى مصطفى حتى مش احسن من ماتشاته، بس سيب يعني سيب الناس يعني. نروح لنقطه بقى فتح الله مهمه، لان الراجل كان اتقدم 2-1 وخد الجيم زي ما هو يعني، من اول ما بدا الجيم لحد ما نهى الجيم هو بيلعب بنفس الطريقه بنفس الاداء بنفس شوية. الشكل مش متحفظ، ده بالعكس ده يا ريته تحفظ. ده لو تحفظ كان ممكن كسب اللقاء، ان هو كان مثلا زود النواحي الدفاعيه شويه. لا هو ده الماتش الوحيد في ال 15 ماتش اللي فاتوا. طبعا المنافس مختلف أكيد. الاهلي وقوه الاهلي طبعا أكيد. واهميه الماتش مختلفه، بس ما كنتش شايف ان في شراسه في عجونه صقر، وما عملش فرص كتير، ما فيش شراسه، وما دافعش كويس لان كان في مساحات سايبها في ظهره كبيره جدا مش عارف يدافع عليها، على 30 متر في ظهر المدافعين مش عارف يدافع عليها كويس. فالماتش ده كسبت 2-1 مع فرقه جايه لك من كل 3 ايام ماتش مجهده. الاهلي طبعا قيمه ولعيبه وكل حاجه، بس الظروف بتقول ان الاهلي بيلعب ماتش كل 4 ايام، فالناس مجهده، فانت بدنيا واقف على رجليك اكتر منهم. صحيح. معنويا انت عامل عليهم ضغوط مش طبيعيه. انت اول الدوري حتى لو هم عندهم مؤجلات كتير. فكل الضغوط دي كانت بتقول ان انت وهي 2-1 لازم تحاول بقدر الامكان تقتل الماتش. الفرق كبيره، طول ما الماتش طيب فرق جول. الكلام ده حلو، انشا حلو فعليا يقتل الماتش ازاي؟ يعني كان عمل ايه؟ قول لي مثلا كان شال مين وحط مين يلعب، يدافع ازاي، يلعب على الكونتر اتاك، يعني فعليا اشتغل ازاي؟ لا هي تعال يعني يا ساره، هي انت في الاخر انا في الملعب باخد تعليماتي والثقه والحاجات دي من المدير الفني، صح؟ صحيح.
انا وانا مش لازم وانا متقدم حتى وهي 2-2 انا حاسس ان هو راضي بالتعادل راضي يعني مع ان انا ممكن اخد ريسك والعب مع بعد الثالث وعمل تغييرات هجوميه اقصد لا ده بعد الثالث ده في الدقيقه كام 89 بعد الثالث خلاص هو كده كده 89 وده طبيعي ما فيش ان هو عايز يعوض انما انا بتكلم وقت 2-1 انت كسبان كان لازم يطمع طبعا لا انا تمام ممكن كان لازم يطمع بس انا اقصد وقت 2-1 بعقل يعني احاول يعني وقت 2-1 هو كان لازم يعمل ايه يعني كان لازم يزود مثلا نص الملعب اكتر كان لازم يامن نفسه ويلعب مثلا على الكونتر اتاك لان هو راجل لعب من اول اللقاء لحد نهايه اللقاء هو بنفس الطريقه الباكين طيرين الاوناك طيره يعني ما شالش مثلا حد من قدامه امن صح فاهمني ولا حاجه الوحيد اللي كان بيعمل كده في الفتره اللي فاتت دي كلها كان موسيماني موسيماني على حسب سير المباراه ونتيجه المباراه انا عايز منها ايه بغير الطريقه لو تفتكر حمدي فتحي كان ابرز واحد في الحته دي بينفذ له تعليماته لما الدنيا بتبقى قافله على 4-2-3-1 كان ساعتها يروح مغير يلعب 3-4-3 حمدي فتحي ينزل نص الملعب ورا في السردباكين الكاليبرو ويبقى السردباكين موجودين كعبد المنعم ورامي او ياسر ابراهيم كان هو اللي بيلعب في الفتره دي اكتر يعني فهو ده مدرب بيعرف يقرا انا عايز ايه من الماتش وساعات كان بيلعب 3-5-2 انا عايز اكسب مره نزل طاهر قدام كراس حربة مع كهربا عشان يكسب المباراه كان مقاولين كمان ماتش المقاولين فيعني في ماتشات كتير المدير الفني لازم يبقى قاري هو عشان كده السؤال لما احمد حسن بيسال ايوه كان لازم يعمل كده احمد توفيق ممكن احطه في نص الملعب يبقى العب 4-4-2 صحيح العب 4-1-4-1 يبقى انا خلاص انا كسبان 2-1 وبلعب الاهلي خلي بالك بيراميدز ما قابلش حد خالص الفتره اللي فاتت دي كلها تمام غير النادي الاهلي اقوى فرقه قابلها هو كل الماتشات المنافس ما كانش بالقوه الكبيره يعني فانت تحكم على بيراميدز لما لعب الاهلي الاهلي هو القوه الكبيره هو القوه الضربه صحيح. عشان كده هو ما قابلش ده 14 فوز حلو 14 فوز متتالي المكسب بيجيب مكسب المعنويات بس انت ما لعبتش فرقه جامده الاهلي لما جيت انت لعبت لا هو حتى لا وانت كسبان ما عرفتش هو لاعب هو لاعب فرقه جامده في الدوري بس مع احترامي ليه طبعا ما لعبش فرقه بالشراسه والجود لا ما عندهاش التحولات يا احمد صحيح يعني الفرقه اللي بتلعب بيراميدز كانت ايه بتدافع عشان هو عارف ان بيراميدز هينزل يكسب الماتش لما الجون بيجي بيحاول يفتح بقى الماتش فبيتغلب بكتير صحيح. لكن فرقه انها تكون مغلوبه يعني ده يبقى مغلوب 2-1 وانت كسبان وتقدمت عليه ومش عارف تحافظ او حتى تهاجم تاني انك تجيبهم ثالث أيه. ما تقدرش ان النادي الاهلي متحولاته عكس الفرق كلها بتاعت الدوري صحيح فتح الله الشيبي تاني يعمل نفس ال نهزر ايه نهزر ايه نهزر مش حاجه لا نهزر ايه ده انا قلت حاجه مش هنهزر يعني نعمل يعني نعمل نفس القصه هو يقعد احتياطي لا انا عارف اثرنا انا حافظه ايوه يعمل يعمل نفس لا اثر مش هسيبك مش هتعبك عمر ما تعبك وسيبك تسال سؤال ممكن يقول لك العب نص ملعب لا هو هيقول لي الشي بيعمل نفس اللي عمله ويقعد على الدكه ولما يحتاجوا يلعبوا هنهزر طب الشي بيلعبوا باك بصور كده لا بص لو المعلومه زي ما اقول لك حمدي وكريم مش موجودين دي مشكله كبيره جدا علاجها ايه مش هينفع العب كتير في خط الظهر الشيبي من احسن باكات رايت في مصر يلعب باك رايت يبقى يعني عندي يعني شايف عندي المشكله شايف اللقاء ده يبدا بيه خلاص طبعا مش بقى حاجه اسمها نفسيه إيه والكلام ده إيه لا خلاص ما فيش كلام انت بتلعب على دوري اهم ماتش في الموسم بالنسبه لك صقر بيراميدز لو كسب رجع الدوري تاني 50-50 صحيح الاهلي هيبقى عنده 8 ماتشات جامدين بيراميدز ماتشاته على الورق اسهل الاهلي هيبقى عنده 8 ماتشات يتعادل بس ماتش بيراميدز يبقى فوقه في اللبنات فهتصدر ضغوط مش طبيعيه فالماتش ده بالنسبه لبيراميدز مهم اهم ماتش في تاريخ النادي المفروض يعني فلا العب خلي مشكلتك في مكان واحد بدل ما يبقوا في مكانين في مكان واحد خصوصا انت في الحته اليمين دي مش مدي ثقه لحد غير الشيبي صح فانت لا الشيبي باك رايت وعندك مشكله في خط في الباك ليفت مثلا باك رايت ويحط الناحيه الثانيه او احمد توفيق ويحط الشيبي الناحيه الثانيه مش هيعمل كده مش هيعمل كده يعني العقل بيقول طيب عندي لعيبه كبيره احمد فتحي وتوفيق انا بقول اساسا لازم يلعبوا هو طبعا هو ممكن بس توفيق هو ممكن الواضح توفيق هو اللي وحش الواضح بيقول يعني الواضح بيقول مش كده مش هيعمل كده فهو هيخلي الشيبي يعني واللعب كله في الباك ليفت هيبقى في الباك ليفت ولو كريم سليم ولعب خلاص يبقى الفرقه كامله هيبقى الاربعه اللي ورا عادي مرعي بيقدم مستويات هايله دلوقتي صحيح. وسامي ماشي كويس وهيبقى الشيبي مثلا واي حد ناحيه الشمال الموجود يعني هيلعب مهند وكارتي وتوريه دول الناس اللي اخر ماتشات بيلعبوا التولفه دي ولقاي اللي انا كنت شايف ان مثلا طلوعه غلط طالما هو قادر لقاي ده في اخر 10 ماتشات من اهم لعبة في بيراميدز طبعا طالما هو قادر وما اشتكاش ما طلعوش في الدقيقه 59 ولا 60 ما تسيبه
ما سيبه انت، وخصوصا ان الدكه بتاعتك ما فيهاش ابراهيم عادل، ما فيهاش رمضان صبحي. اثر ابراهيم عادل طبعا طبعا، لعيب كبير لعيب صغير في السن بس كبير في القيمه طبعا، ورمضان صبحي مؤثر، فانت الناس دي مش معاك فهتتقل قوي على تغيير لقاي ما يطلعش. ما تسيبه، لعيب مهم جدا جدا. فيستون ده عمال يعمل سبرنتات وتعب، ممكن اطلعه واسيب لقاي مهاجم، بيلعب مهاجم لوحده واعمل حاجه ثانيه بس، وهيلعب بمصطفى وفيستون ورقاي، ده التشكيل الامثل والاحسن. ماتش بكره هيبقى صعب على الفرقتين، صعب جدا. اعتقد ان طبعا اكيد ماتش صعب. كابتن هشام دلوقتي انت عندك مشكله بتواجه النادي الاهلي في المهاجم، انت ما عندكش في الوقت الحالي غير وسام ابو علي، وكهربا مش في حالته يعني، ده واضح حتى في اللقاء الالمونيوم اللي لعب فيه ما كانش في الحاله. يحلها ازاي الازمه دي؟ يحلها ازاي كولر؟ ما انا بشوف دايما، بس هو ما بيعملش كده كولر، بيرسي تاو يعني، ساعات بشوفه اللي بيبقى حل من الحلول ايام موسيماني كان دايما هو بيحطه قدام عشان بيسيب له المساحات يجري فيها كلها. ما بيلعبش بدماغه كويس، لكن او مش مهاجم هو صريح، بس عنده تحركات واختراقات في العمق يا احمد حسن كتير جدا جدا جدا. بيعرف يروح للجون من اقرب حاجه، لان هو كمان انت الجون قريب بالنسبه له، غير لما يبقى على الطرف بيجري كده وبعد كده يعدل. فهو بيجري من العمق فتح الله فبيروح على الجون على طول. انا شايف ان هو لو توظف الحته دي ممكن، لكن كولر ما بيعملش كده كتير، لان هو بيبقى عايز الصريح، عايز يعني وسام، عايز كهربا يرجع لفورمته تاني. كهربا فعلا يعني انت محتاجه مفيش شك، هو بقى كل صحيح. ما بقى كهربا فت قوي بيحصل مشكله تقعده، وانت خلاص انت المفروض لازم يعني تشوف الراجل اللي قدامك ده بيتعامل معاك ازاي. كولر انت اتقرصت منه في يوم فرح اختك، ما ينفعش بقى اجي في في في, في تمرينه بعد الماتش في الاستاد اقول لهم انا مش هقدر اتمرن هطلع، خلاص ما انت قعدت، انت اللي بتقعد نفسك. عايز يمشي؟ ما اعتقدش. يعني ما بقاش بقى كل الحرب دي كلها اروح العب في الاهلي وان انا ابقى في الاهلي وبعد كده عايز امشي، لا ما اعتقدش. يعني سؤالي فتح الله، انت وهشام مين اللي اقرب للفوز، بيراميدز ولا الاهلي؟ هي يعني الدوافع هنا زي هنا، يعني عايز اقول لك 50 50 طبعا، هي الدوافع لكن هنا بس يعني الاقرب في المباراه دي اللي شايفه للمكسب ده صدقني صعب. المباراه وظروفها، فرقه لازم تكسب عشان بتجدد امالها في انها تتنافس على الدوري. يعني فرقه ثانيه، الاهلي فاز في اللقاء الماضي بخبرات لعيبه النادي الاهلي والكلام ده كده، علشان بيراميدز يفوز في اللقاء ده مطلوب منه ايه سريعا؟ بس طالما انت بتقول 50 50 هي 50 50 والماتش ممكن يروح لتعادل، لكن بيراميدز عايز ماتش بدون اخطاء زي ما قلت لك في اول حلقه، ماتش بدون اخطاء في تشكيلك، في تدخلاتك، في تغييراتك، توقيت تغييراتك، اسلوب لعبك، هتضغط من انهي مناطق، هتحمي ال 20 متر اللي في ظهر المدافعين اللي الاهلي بيستغلهم ازاي، اللي ظهروا كان في ثغره مثلا الماتش الاولاني عندك مساحات في خط الظهر هتدافع عليها ازاي. فالحاجات دي كلها لو قدرت تحلها وتغييراتك كانت مظبوطه قوي وتدخلاتك في الماتش مظبوطه قوي، واعتقد الماتش هيبقى صعب على الاهلي. صحيح، تتفق شمع فتح الله؟ انا شايف 50. بص انا قبل الماتش الاولاني قلت الاهلي هيكسب الماتش الاولاني عشان بيراميدز هيتفاجئ بجمهور النادي الاهلي ان بيلعب فرقه قويه جماهيريه، فانا قلت ان الاهلي هيكسب الماتش الاولاني، قلت الثاني هيبقى تعادل. بس هقول لك حاجه، في تحول دلوقتي في الثاني، ان النهارده الموضوع التذاكر ده استفز اللعيبه والجماهير، فبيراميدز اللي ضغط نفسه في الماتش الثاني، يعني هو كان خلاص هو لعب الاهلي فخلاص انا مش خايف من الاهلي بعد كده. لما هلعب ثاني مش هخاف منه عادي يعني. هشوف بقى ايه نقط الضعف اللي هشتغل عليها انا كمدير فني، بكلم كمدير فني يعني بتاع بيراميدز، يعني هشتغل على ايه، واللعيبه هتبقى عارفه انا هشتغل منين وهخترق منين واجيب امتى واجيب جون امتى، اهدي الملعب امتى وهدي الريتم امتى. فانا اعتقد ان هو ضغط نفسه بنسبه أحمد. كام الاهلي بنسبه كام؟ بنسبه كام الاهلي؟ بنسبه 70 ل 30 30. كابتن هشام، كابتن فتح الله، واثق انت؟ واثق. انا واثق في الجمهور، في لعيبه الاهلي جدا جدا، وعايز اقول حاجه، هي اداره فنيه اكبر، يعني الفنيات اكتر بكره من المديرين الفنيين هم اللي هيحسموا. انا شايف ان المباراه في جزء كبير مش فني، لان الفرقتين فنيا مستواهم عالي. انا شايف ان الضغوط النفسيه اللي هيقدر يتخطى الضغوط النفسيه في اللقاء ده، انا اعتقد ان هو يقدر ان هو يحسم. بس الاداره الفنيه، انا بتكلم عن الاداره الفنيه، انا بتكلم عن انا بتكلم عن الضغوط النفسيه بالنسبه للعيبه داخل الملعب. بستمتع بيكم، بس قبل ما نختم، يمكن طمنا، انت كنت في الزياره للكابتن احمد سليمان، يا ريت طمنا. الحمد لله بقى احسن، والحمد لله قام بالسلامه واتكلم معانا، قعدنا معاه وقت طويل يعني. بقول له الحمد لله على السلامه وربنا. كنت انت وشيكابالا وعمر جابر مش كده؟ ربنا يخلي له مراته واولاده
مضيته حد هناك ولا حاجه؟ لا خالص ما مضيتوش حد من كابتن احمد سليمان. اعتقد هو اللي مضى. هو لا لا عمر الساعي ما مضاش هناك؟ لا ما حدش مضى والله. طيب انا رحت ومشيت بنفس الناس دي. عندك حاجه ثانيه ما لهاش علاقه بيها يعني؟ لا بقول له الف سلامه عليك يا كابتن احمد. سلامه كابتن احمد. ربنا يطمنا طبعا. دي يمكن كنا حابين برضه نطمن كل جماهير نادي الزمالك على كابتن احمد سليمان ان شاء الله يقوم بالف سلامه. دي كانت نهايه حلقتنا، ولكن الحاجه اللي انا مستمتع بيها انه احنا عمالين نتكلم على فرقتين كبار، عمالين نتكلم على ماتش مهم الكل منتظر، وهي دي حلاوه ومتعه الدوري الممتاز اللي نتمنى ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون عندنا دوري منتظم، يكون عندنا دوري الناس كلها يعني بتتابعه وكل الفرق سواسيه في اللقاءات. شكرا كابتن فتح الله. صار حبيبي ربنا يخليك، مبسوط بالتواجد معاك ومع كابتن هشام. حبيبي كابتن. شكرا كابتن هشام. شكرا كابتن احمد، وسعيد جدا بالتواجد طبعا معاك يا كابتن فتح الله. دي كانت نهايه حلقتنا، وان شاء الله باذن الله تستمتعوا بلقاء كبير بكره ما بين بيراميدز والاهلي، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم على الف خير. السلام عليكم.